بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في الأصايل في عالم شيق، تفاصيل مثيرة يتهافت المحبون على متابعته والملاك على اقتناء أفضل الحلال ليرسموا لوحة تنافسية جميلة في مختلف الميادين، ميادين الدولة وميادين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن الميدان الذكي نقدم محاور جديدة وأخبار لها تأثيراتها في هذا العالم، عالم سباقات الهجن. مرحبا بكم في ملتقى الأصايل الأسبوعي، هذا الملتقى الذي دائما ما نسلط الضوء فيه على النتائج ونناقش كثير من القضايا التي تهمكم أنتم، فأهلا بكم معنا. مع أول أسابيع المنافسة في هذه الفئة الكبيرة، يوما مخصص لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، الفارع يأتي في المركز الثاني، الأمتار الأخيرة، جولة الأوامر، أي خطورة يا سلام، المرموم وسوان والإهباب، ولكن مديار ولكن على المركز الأول ما شاء الله، خط النهاية عز تشكل خطورة، والناموس هيل بن عبيد بن يميع السبوسي، سلام يا السلام، تهانينا والناموس لها المرة، وصلت هذه مندفعة بدون أي أوامر. مع برنامج الأصايل نعلن الانطلاق لهذا الأسبوع بأفكار جديدة، بمحاور جديدة، بتغيير نوعا ما في هيكلية البرنامج. عندما نريد التطوير يجب التغيير، وعندما نريد أن نغير نوعا من المبادئ التي كانت في الماضي تعتبر أساسية، ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا، أفكار جديدة، مواضيع جديدة، أمور كثيرة راح تتغير في تناولنا للقضايا وتناولنا كذلك لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نبدأ بالترحيب بمحللين الأفاضل، ونبدأ مع الحاسم الذي حسم الكثير من الرموز، وحسم الكثير من السيوف، وحسم الكثير من الإنجازات لصالح الشعار الاقتصادي، شعار فرعي بن حمودة الظاهري، الذي دائما ما نوجه له التحية ونوجه دائما له النواميس ونقول له الناموس يا أبو خليفة على كل ما تقدمه في عالم سباقات الهجن. معنا حمد بن حمدون الوهيبي، واليوم نستضيفه كمضمر، كمحلل، وكذلك أفضل ما يصف عالم التدريب وعالم سباقات الهجن. مرحبا بك يا الحاسم. يا مرحبا بك أخوي أبو خليفة، مساء عليك ومساء الأخوان متواجدين، ومسي على المتابعين خلف الشاشه. نعم، كذلك معنا الشاعر مبارك بن سيف، او عفوا سيف بن مبارك العبسي. مرحبا يا مرحبا يا ابو خليل، اخبط بينك وبين اخوك دوم، ما يحتاج طبعا كل واحد. مسي عليك وعلى اخواني المحللين وملاك الهجن ابو سلطان وابو عمر وابو غانم والمشاهدين امام الشاشات، واقول لهم اسعدتوا مساء. كذلك معنا خميس من كسل الرميثي بعمر، نقول لك الناموس على البيعات، ويا مرحبا بك يانا في البرنامج. الله يجزيك خير من الله، ومشكورين على الدعوة الطيبة، واتشرف اني اكون عندكم في البرنامج، وتحياتنا ان شاء الله لكم ولمتابعينكم ان شاء الله. نعم، مطر بن غانم بالقوبع ابو مسفر، رحب بك يانا المشاكس. رحب بك ورحب ابو عمر ورحب ابو سلطان ابو مبارك، ورحب بالجمهور اللي تابعنا خلف شاد بي ريسنج، يا مرحبا اخوان شمع. التحديات لا زالت في بدايتها ولكنها نارية مشتعلة، الكل يبحث عن فوز يقيس به مدى جهوزية الحلال ويزيد به من رصيد النواميس، البدايات مؤشر هام عن النهايات. الناس كلها مستعدة وتبى تشارك، خاصة في هالميدان، ميدان مرموم.
والحمد لله يعني المطية السبوق اللي تعطيك مفاهيم تروح في الشوط الأول. البعير هذا عمرك سلالة رموز. عمرك السبوق يوم الله يرزقك إياها درة تنوجد. يوم توجد السبوق والله يوفق في المقيض وقيضها مقيض عدل تسبق في مركب. والله الحمد لله محافظ معودنا على ركض بعد افضل عن هذا. هو يوم يعني ينافس على السيارات يعني يكون في اسرع تيم. إذن مشاهدينا الكرام سنبدأ بالحديث عن ما حدث وجرى خلال هذا الأسبوع، ما حدث بالأمس هنا في ميدان المرموم، وكذلك سنتوجه إلى ميدان الطائف لنرى كذلك الرموز والمنافسات الشرسة، وسنتابع كذلك أغلب أو آخر الأخبار والشعارات الجديدة التي من تم الإعلان عنها كلنا تنومسنا. دعونا بداية نرحب كذلك ونجدد الترحيب بسلطان بأبو سلطان. مرحبا بك أنا أبو سلطان. الكل يتخبر شعار الاقتصادي موسم قادم، ما كان في ظهور في البداية في بداية الموسم إلى الآن، تجهيزكم لهذا الموسم؟ والله تجهيزنا مثل كل سنة أخويا وخليل، نشارك في المراكز البرانية الشمال في الشمال. نعم إذا صار ظهور قبل الكبرى بكم اشتراك ثمانية مشاركين في الكبرى مثل كل سنة ومستهدفين الختاميات ان شاء الله. انت مستهدف ظهوركم الحقيقي نقدر نقول عليه من الكبرى وانت سايق من الكبرى وانت سايق من المهرجانات، من ابن المهرجانات ان شاء الله نكون متواجدين. والان تعملون في الخفاء في الميادين في ميادين الشمال تجهزون الحلال نحن نترياكم في المرموم او في الوثبه نبغى نشوف منكم جاهزين ان شاء الله نكون حاضرين ان شاء الله تكون حاضرين نكون الحلال جاهز. الله يوفقكم بسلطان. وعمر ناموس الله يحجلك خير بدايه موفقه في الموسم. اللهم لك الحمد تفضل. الحمد لله من الله. نعم. وهذا الشيء مجتهدين عليه وصارفين مكلفين. نعم. والحمد لله رزق الله كتبه لنا ويانا الحمد لله. اللهم لك الحمد. أنا قبل ما نبدأ البرنامج جالس أبشركم بالتسعيرة الثانية، قلت بعد ببيع إن شاء الله. إن شاء الله ببيع أبشرك. عندك في التجارة إن شاء الله عندك خير وعندكم إن شاء الله. الله يوفق والله يرزق إن شاء الله. في أي سن؟ ها؟ لقاية؟ لا معصفك أنا تقريبا من ثمان سنين ماركة صغار. من ثمان سنين؟ نعم. مركز؟ مركز ان شاء الله الحين على الصغار. انتاج شراية؟ في شراية وفي انتاج. كان طال عمرك الرجال يمكن ان شغلنا منذر لين عزل منذر الانتاج، من عزل منذر الانتاج راح طال عمرك كان عنده بعير زمل يشارك دائما ينافس به في اشواط الرموز، وكان من شغل عند منذر يمكن ربما ان شغلنا، لكن لما عزل منذر في العام الماضي الانتاج راح للصغار ابو عمر وبدع ودائما بدع. والله ممكن وجهه نظر هاي وجهه نظرك. سمعنا وجهه نظرك لكن نبى المصدر شو يقول. لكن يعني بعد الحاح يعني العزب اكثر السوق الحين صح كله صغار من بدايته، يعني تصفي في الحلال من حلالك وتشتري تشوف الحلال الطيب اول الموسم تلقاها رخيص. لكن ابو عمر اسعار الثنايا والفول ارتفع. كيف رخيص يعني ايش بترد بتمع الصغار ولا بترد الكبار؟ لا الكبار موجودات بالشركه. زين وشو يقول لك رخيص؟ الحين فكر تجاري يقول لك رخيص لانه يبيع تسعيرات فشاف انه فايده في التسعيره في التسعيره افضل. التسعيره موجوده ابويا اطلقها وسم بسم الله ان شاء الله التسعيره قدامك ان الله ارادها لك يتك. صح بس اجتهاد بشغل بتعب مشترى بدعم. ممكن انا الحين اركضهن هذه الصغار يسبقن في رسات فرعيه. نعم وياخذون التجار ما يوصلن لين التسعير بعد في حلال يشترونه قبل. صحيح نعم يعني الحمد لله الحلال اللي بعناه فوق 18 مطيه ما شاء الله. نعم في عند الشعب وفي عند الشيوخ يعني اللهم لك الحمد ماشي. التاجر تصدق ابو عمر التاجر يعني اذا ما دعم عزبته في الصغار رباها لين كبرن ولا ما يقدر ينافس. متعه الركض في الصغار ولا في الكبار؟ ترى يا اركض في الكبار ويا ما شاء الله تركض يعني عندك في كل الاعمار خبره. بالنسبه لي انا في الكبار لكن اكثر الشريحه يعني حق المواطنين يعني المتوسطين هذه اللي يركضون الصغار يدبونهن يدربونهن كل شيء فيهن سهل.
كل شيء تكلفته سهله وعنايه في متناول الجميع وارباح نعم. سريعه يعني ممكن يعني تستفيد منها بسرعه على مفحام على اشتراك فرعي. لكن الكبار طال عمرك من يوصل مرحله الإذاعة خلاص تحددا ومعروفه ناقه فلان وناقه فلان وناقه فلان صحيح. هي اللي لها الركض وهي اللي ممكن بعد يعني تسوي لك الدخل سريع من الجوائز ومن القيمه. يعني امس ما شاء الله 8 مليون هذه وين ينهاي 8 مليون الشوط رئيسي نعم والصفقه رابحه. اللي يبغى سبك لازم يدفع اللي يبغى سيف واللي يبغى رموز وكوس نعم. تدفع هذه زين هذا الحمد لله. يعني الحين الموسم هذا يعني مثلا نبدا بالكبره يمكن يوصل 10 انا اقول لك يعني بهالمشتريات اتوقع انت تشتري يعني ما نبغى نقول انت تشتري وحاجز الرمز او السيف بس انت عندك نسبه 70 الى 80% سيفك عندك اذا شريت بهالمبالغ صح ولا مخليفة. ما نقلل من المشاركين لكن ما نتكلم بس نحن نتكلم ابو عمر يقصد ان المطيه بتشتريها بالقيمه هاي ب 10 مليون اللي هي الحائله او الثنيه كم جازتها 3 مليون خلها مركاب اذا عندك بقول لك 6 سيوف خلها تاخذ سيفين في السنه يمكن شوف الباقي ثاني ثالث رابع بتاخذ لها سيفين بتدخل قيمتها وزياده والحول مثل نعم صحيح. يعني احنا شفنا نوقات حول وصلنا قيام يعني انعكاس قيمه الجائزه انعكست على قيمه على المطيه اكيد ما في شك. وبعدين لكن يا اخواني الحين خلينا نتكلم واقع 3 مليون مطيه واحده تاخذها ناقه واحده مو بكلهن صادق مخليف لكن الحين التجار يشترون ب 10 ب 8 اكثر عن مالك لكن في النهايه واحد اللي ياخذ مخليف شيوخنا العام طال عمرك اصدروا قرار بالاشواط الثنائي والحول كبار مفتوح نعم. بتكون اشواط مفتوحه صحيح يعني استلم تسبق استلم جائزتك وتوكل على الله. احنا التاجر بيك تاجر ما يعرف مطيه ما يعرف من ناقه من البعير يوك انا ودي استلم سيف ولا استلم طال عمرك كاس من يد شيخ كيف نقول له ادفع فلوس وتستلم اذا الله ترى الرمز يوم تستلمها ابو خليفه شيء عظيم صح خبره الحاسم يعرفه الرمز والسيف ست سيوف ما شاء الله عند مياسر انا اقول لك يعني لا 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 انا انا بس عندي سؤال هذا السؤال يعتبر سؤال شخصي مني انا سؤال شخصي للحاسم للامانه الله يبارك فيها مياسه لكن المضمر عندما يصل انه يحافظ على المطيه انها تاخذ 6 سيوف في مستوى ثابت هذا انجاز كبير. كيف استطعت انك تحافظ على مستواها؟ اليوم نحن نشوف مطايه خذت تنازلت خذت لكن هذه ما شاء الله تبارك الرحمن مستواها ثابت. كيف قلت انت كمضمر انا اسالك الحين في التضمير نعم. كيف حافظت على مستواها؟ ناقه طال عمرك ابو خليفه ناقه سبوق من نوع نادره وصدت وامها يعني معك ناقه سبوق وتعرف وامها وتعرف تفهم نفسيتها تم ثابته ركضها عندك ما هي يعني عرفت انت تقدر تتحكم فيها ولا اداره السبوق وإدارة الشوط ولا إدارة السبوق من بداية الموسم لنهاية يعني العزبة خطط لها وين مراكزها وين بتركضها من بداية اشتراكاتها أي والله من بداية اشتراكاتها لنهاية إدارة السبوق في كل مراكزها اثنين ضمارها أي والله ضمارها شو تقصد به ضمارها تدريبها أكلها علاجها كل ما يخصها أي والله أنت مسؤول عنها إذا فهمت نفسيتها وصدت قبلة السبوق وهي سبوق التم ثابتة ودارتها بعد مرة تركضي تشد عليها مرة عرفت وقت المهرجانات تعرف هاي والله هذه عبارة لا الله وفقني في مياسة قد غلطني عليها مياسة حن بخبرك عن برنامج من بداية إلى النهاية طيب خذني مياسة ثنية لعيبني فركضها تمت مقاومة في كيلو الأخير هي ناقل بكرة البنزيتون ثنايا كان ثنايا في الكبرى مهرجان زايد في رمز كانت ولا لا والله شوط مخ شوط عادي اي والله شوط عادي لكن مقاومتها لين اخر امتار الاخيره وفازت انتوا اشتريتوها هي دعه ولا اشتريناها ثنيه واخذناها ثنيه وتمينا طال عمرك لما نركضها وتمينا محافظين في سنتي ناقه غاليه تختلف عن باقي الحلال صح فمسار الشوط لسار صارت صراحه من المقدم ما اخرتك وراء
عرفت وايد مميزات فيها مياسة غالية ما خذناها غالية معنا تم نركض في أول سنة خذناها خططنا كني بركضها أنا ودي يتخلص يعني من طي ما أخذني على أضمان ما قلت لهم اللي بخليفة بكرة هذه يشوف فيها كاس نعم ودي تحيد أخذ هذا روح لوم إيه شهد الله نعم شهد الله عليه نعم أنا قلت له هذه بكرة شوف فيها كاس بتأخذ كاس قال يوم شوفها تأخذ كاس بكرة سبوق خذها خذناها من عند العثة وجه له تحية استاهل مسيد منتجنها العثة ولا لا مشتريني من عند الدرعي من سالم الدرعي إنتاج سالم الدرعي إيه والله زين طويل العمر وكنت بركضي في الوثبة ختام الوثبة طيب قال لي لا أبا كاس دبي إذا تيب كاس دبي كان ختام الختامي كاس المرموم نعم آخر ختامي كان آخر ختامي قال آخر ختامي أبوي قلت له حاضرين أركضت هنا وشوط متأخر ويبت تهني وخذت الكاس وفرقت بيني وبين ركض 9-8 في المرموم في الوثبة وين يا الثاني ما قلنا ليش على راحته في الشوط اللي بعد الرمز نعم أي والله تجهيز وجهد الرموز اظني كله سبقت معد مركاض واحد بتيك سالفته اركضناها هني طلعنا وخذت الكاس وفرقت بينه وبين ركض 9-8 عيد نعم نعم ثنيه وكانت نعم. منصوره ماخذ الاداء منصوره لا ذيك السنه ما خذ... كانت مياس كان... كان... في نفس اليوم كانت لقيه كان مياس معي أي. مياس خذ محليات البندقيه قيضت مياسه قيض مياس مسؤوليه كبيره مياس ومياس سبق نعم ومشريات يعني بهم وسمهن وخذنا الرموز مسؤولية راحت الحين لا مسؤولية بعد عليك مسؤولية انك تقيضها وتجيبها نفس المستوى المقيض اتعب المقيض بخليفة لا بس اتعب على المشتة نعم طيب خذت كاسي خذت كاس لكن مجهزينها راعيها ماخذينها في نص الموسم اها كيف انت مضمر لازم هيش تكون السنة الجاية تجيب لها نفس مستواها نفس مستواها اي والله اذا باكثر يكون باقل قيضناها طال عمرك جهزناها يوم صرنا الوثبة أركضناها من 8 هي وبعيد سابقاً وسابقها مرهي وما كنا مستهدفين الكبرى لكن الركاب أعطاني مؤشر شاورت أبو خليفة سويت له تليفون قلت لي شو الرأي الركاب تراهم معطيات شو رأيك بالكبرى وحطوا أول يحط أول مرة يحطون 2.5 مليون نعم شوط محليات رباعية كانت سير رباعية نعم نعم قال لي إذا واثق فيها بوشك تشوفهم جاهزات توكل على الرحمن الرحيم ريال يمن ابو خليفه طول عمره جزاه الله خير ووجه له تحيه عبر استاهل نعم هي والله ريال يمن طال عمره قال لي اتوكل على الرحمن الرحيم وجهزناها وركضناها شوط السير محليات كان اول شوط نعم ويابتن في 12 و 15 ياتب السير يابتن 12 و 15 ما شاء الله هذا بالكبرى فرقت عن الاشواط كم ثاني انا التيم هذا قوي في الكبرى يعني هي والله صعب وركضنا بعير عقبي وخذ الرمز نعم عاد اللوم خلص اي والله الحين كيف بتكون محافظ عليهن انت وصلت القمه ما وصلت كيف بتحافظ على القمه عندك ناقله تيب 12 و15 مثل ما ياس شو بتسوي بي لازم تخليها وين في عيون اي والله حافظنا عليها الحمد لله وردناها على السيف في الختامي ختامي الوثبه وخذت بعد فرقه بتسع بينه وبين الركض ماشي نعم وخذني فيك السنه 7 رموز وينا ثاني على البيرق مسابقه البيرق نعم أيوة. نعم احيد نعم قيضنا طال عمرك وكثرا الحلال ابو خليفه دعم طول عمرك اشترى كثرا الحلال معنا يوم كثرا الحلال معنا شوي استعيلنا في التجهيز عندك سبب غلطنا شوي في التجهيز لان العالم في على البيرق وها وما كان في صالحنا يوم اقول لك اداره السبوق الناقه ما جهزناها صح يوم يا الثاني مثل ما يقول بس اللي سبقت ناقه سبوق نعم ناقه سبقت ناقه سبوق لكن ما ادت اداها ناقه تفرق بالتيم يوم تركض اركضناها طال عمرك ويا الثاني سبقت الاتحاد يناقص ابوك صح نعم سبقت نعم اي والله يا الثاني يا الثاني طال عمرك على قل جهوز احنا يعني غلطنا في تجهيزه استعيلنا عليها في التجهيز هذه رباعي ولا سدس لا سدس الدور الحول نعم اي والله اركضناها يا الثاني على السيف نعم جبناها الختامي ختامي الوثبه وخذت السيف يلا يلا هي وناقه بندري الشامخه نعم سبقت يلا يلا لان شوف السبوق هذا يقول لك عنده فلان عنده سبوق ومضمري هو نفسه لكن التجهيز واداره السبوق انا اقول لك اداره السبوق كيف تكون ادارته تدير السبوق سبقت يلا يلا الله بيماله تيملت الله يمله يعني ما بسبق السنه الاول فطر اللي هو الموسم اللي راح تجهيزي غير ناقه هذه يعني تعلمني من غلطنا هذا تمين مره ما قلنا له شيء على راحته تركض اركضت على راحته لين جات الكبرى طلبنا منها وخذت السيف
وفرطناها وركضناها على راحتي بعد في تمهيدي تمهيديات اثنين نعم. اي والله عصاتي وبطان في اللبسه وفي الوثبه ورديناها طال عمرك في شارة اسمه الشيخ محمد بن زايد في اللبسه وخذت السيف. يوم خذت السيف كنت انا متوقع صراحه كلمت ابو خليفه قلت له عن عزل الناقه وهو انا كنت ما متوقع يعني نعم مجهزني طال عمرك ورايحين الوثبه بس ما كان وقت وايد بين الوثبه وبين ماشي يعني وقت ماشي لكن انا كم يوم كان 29 يوم ما يكفيك لا والله انت كم ضمر تكلمها وناقه ماخذ سيف عندك نعم 29 يوم ما يكفنك ما يكفنك مركضه في اللبسه لا تنسى دوره اللبسه انا معك انا عندي مآرب اخرى نعم خلاص اي والله فاهمين لكن فهمت غريبه عندك ميدان اللبسه نعم. روحه صعب يدق مطيه هذا محور كامل انا بطرق له اصبر علي بس نحن لان بس نبغى ناخذ قصه مياسه سواء اسئله خلاص اخبرك انت كمضمر نعم احنا ما نطرح عليك استنزاف مطيه انت مضمر استنزاف مطيتك توصله الى اخر حد صح اذا صار في عزل عزله مركاضه النهائي خلاص من هذه عاد كل ما تعرف صح توصله الى اخر مستوى ما ذخر ذخيره هذا اللي خلاها بعده ماده تراها اداها له مطلوب منه يعني غير عاد الحمد لله على اداها ماخذ السيف ودبلت وخذت السيف هذه نعمه من الله نعم توفيق ولكن كتيم ما تيمت النار ترى بن صوغان طيب ناموسه كل ما تكبر ومسافات طويله طيب ناموس لا ناقص سبوق اني ما اقول لك بسبوق ناقه نادره كرعت سيف تيك عانت حتى شاهنيه لكن خبرت تحوم الحين تخص سلاله انا خبرتك حتى سلاله شاهنيه انا احب شاهي انت تحب شاهي بس انا احب بس اقول لك صوغان انياك صوغان انياك سبوق اخر عنه حتى شاهين ياك سبوق لكن السبوق نتكلم عن تعيد مراكض ناقه الشيخ عبد محمد ضو بنت هشيم طالع ركضه شوف ركضها كيف بنت حشين بدأت تاخذ في السنه مركاض واحد شوط واحد صح في السنه مهمك الريال طال عمرك يديك السبوق ويقال لك اركضي في السنه مره مياه لكن يوم تركضي في كل موسم ثلاث مراكيض رئيسيه هني الصعب ها مو شيء مو بسيط اها ضو صح تركض لكن تركض في السنه مركاض في السنه مركاض سيف وخطه شوهين بن هيان ومياسه حاله استثنائيه هذا مو بكلامك اساطير لا ليش لا هذا الكلام هذا الكلام الجمهور جمهور كان هذا كلام الجمهور هلا هلا يعني كان عطني شيء جديد كم سيف رصيدها عطني شيء جديد ها كلام الجمهور شيء جديد ماشي لا ما عندي شيء شيء جديد طال عمرك هذه النقاط هاتنتين مدرسه يعني ممكن احنا ربعنا يتعلمون من الشيء هذا لان السبوك لازم يكون راعيها او مضمرها هو اللي يجيبها 100% صح بنتكلم عن نقطة لأن المضمر هو 100% ما يجيبها مختلة ناقة طيب. المطيرة عيد أنا في محافظة على السبوق من الكلام هذا أثرت بعض المواضيع اللي نسبة السبوق مع المضمر وانت مضمر من لا يشق لك غبار بنتكلم بعد التقدير عن هالنقطة وفي نقطة ثانية اللي كان سؤال المبطن بعد ما نرد نتكلم على هذا النقطة نشوف الأسبوع الماضي جرت منافسات لسن الكبار لهجن أبناء القبائل نتائج مميزة شاهدها ميدان المرموم وصراع كبير في مختلف الأشواط نتابع التقرير مع اللقاءات تواصلت في ميدان المرموم منافسات الأسابيع المجدولة ضمن أجندة نادي دبي لسباقات الهجن لهجن أبناء القبائل لشهر سبتمبر هذا الأسبوع كان موعد الكبار حيث كانت البداية مع الثنايا والتي اشتملت على إقامة 16 شوطا على مسافة 5 كيلومترات الانطلاقة كانت في 6 صباحا الشوط الأول للأبكار المحليات حققت الزير لحمد بن معيوف العامري الفوز بعد أن قطعت المسافة في 8:03 وجزء من الثانية لترسل السلامات لمدينة العين صحيح طال عمرك يا أبو غنيم الناس كلها مستعدة وتبت تشارك خاصة في هالميدان ميدان مرموم ولاحظتوا الأعداد أنتوا زايدة أحداث كثيرة والناس كلها تبت تشارك في هالأول موسم والناس مجهزة الحمد لله وكلها تبت تشارك في الميدان يريد تعرفنا أيضا وتعرف جماهير دبي ريسينج بالدائر السلال اللي تنحدر منها وإنجازاتها الدائر طال عمرك لها عدة سباقات بس تعرضت العام لإصابة وفكيناها من أول موسم وردينا عليها السنة واشتراكاتها طيبة علقناها كذا تعليق وسبقت الحمد لله واليوم فكيناها الشوط الأولي والحمد لله سبقت تنحدر من سلالة بعير الدكتور سعيد الشيخ
وامها طال عمرك بنت الخطأ. الثقة التامة بالداير رغم الإصابة العام الماضي قلل المشاركة، ولكن وضعتوها اليوم في الشوط الأول الرئيسي. الشوط الأول دائما يحظى بالتنافس والتحدي، بنقول من بداية الستارت حتى خط النهاية. صحيح بغني، بس أنت لما طال عمرك تفحم طاياك وتعرف ليه منهن جاهزة وليه منهن شبوب، تقدمها حق شوطها اللي تباه. فهي طال عمرك الداير راوتنا مفاحيم طيبة، تعليقات طيبة الحمد لله، وقلنا بأن نحلها للشوط الأولي وحلناها وكانت قد الإنجاز. الشوط الثاني للأبكار المحليات كان النصر من حليف عذر لسعيد بن سهيل الكتبي بعد أن وصلت أولا لخط النهاية بزمن وقدره 7 دقائق و56 ثانية وأربع أجزاء من الثانية لترسل السلامات لأهالي الهباب. الشوط الثالث للجعدان المحليات عبر برد بي لحسن بن عبد الله بن غليطه الغفلي جسر الأمان بكل ثقة، معلنا تحقيق نصر مستحق في توقيت بلغ 8 دقائق و5 ثوان و9 أجزاء من الثانية ليبعث بالسلامات الصباحية لأهالي اليرف. الحمد لله، هذا فضل من فضل الله علينا، والحمد لله لي الله أعطانا السبق، والحمد لله. وبر دبي بعود سبوب من الدبنا من وحج هو سبوب الحمد لله. يا ليت تعرفنا أكثر ببر دبي، إنجازاته، السلالة اللي نحذر منها. بر دبي نحذر من سلالة من الأب شاهين والشاهين الكليلي والأم بنت مشهور الشيبة، وإنجازاته من يوم وحج كله سبق، ولجي في أبوظبي جاي ثاني في الشوط الأول في الرئيسي على السيارة الشوط الأول وضلع، والعام موسم كامل ضالع يذا، والسنة الحمد لله قعود مستعد من أول اشتراك أعطانا السابق الحمد لله. الثقة التامة بنقول ببر دبي وضعت اليوم في الشوط الأول. الشوط الأول دائما نقول له يحظى بالتنافس والتحدي من بداية الستارت حتى خط النهاية. القعود هذا سبوق من الدبنا هو سبوق من يومه مفروض سبوق تسمعني، وبس المشاكل الضلع والمرض، وانتوا هالرجاب وتعرفون الرجاب طويل العمر ما دائما يكون مستعدات، فيهن مرض فيهن ضلع هن هو اللي يأخرن، والحمد لله السنة من بدأ الموسم والحمد لله ما أصابته أي وعكة صحية، والله وعطنا مفاحيم عطنا تعاليق زينة والحمد لله. يعني المطي السبوق اللي تعطيك مفاحيم تروح بها الشوط الأول. الشوط الرابع للجعدان المهجنات أدخل خوف لسهيل بن مبارك الكتب الرعب في نفوس خصومه، فلم يجرؤ أي أحد على مجاراته ليهدي الناموس لمالكه ب7 دقائق و58 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية ليرسل السلامات لأهالي الأهباب. خوف ولد خوف من أنا الصغير، بعير هذا ما أركض مركض حج سابق مرة وعقب وعكات صحية وأول اشتراك له السنة دري ما شاء الله، وإذا ما ركضناه ما شاء الله. المشاركة الأولى منقول مع بداية الموسم، ولكن ثقة تامة منقول وضعته في الشوط الأول الرئيسي. الشوط الأول دائما يحظى بالتنافس والتحدي من بداية الستارت حتى خط النهاية. البعير هذا عمرك سلالة رموز، خطها عندي من لما أخذ رمز وأقول عام بعد سابج وبعينه ومن أبوه ما يحتاج كلام فيه، أخوانا من الأبو السنة ما أخذت الموز وايد عند سالم منانة متحدي. والمشاركة الأولى أو الشوط الأول الرئيسي دائما يحظى بالتنافس، ولكن خوف صمولة حتى اللحظات الأخيرة بفارق ممتاز، يمكن الأوامر جاءت خفيفة في اللحظات الأخيرة. قعود سبوق موسم لا جينا يعني منهم من فاحي ما هو قعود قوي، سبوق عنده خي يعني عنده ذخيرة. الأداء اللي قدمه اليوم خوف خاصة مع بداية الموسم ونقول الجاهزية التامة والأداء الرفيع المستوى اللي قدمه في اللحظات الأخيرة، بنقول يهله للسباقات رئيسية قادمة. كيف بتوقع بنقول في مع بداية مسافة 6 كيلو والثمانية كيلومترات؟ والله نشوف الحين بعير عنده مسافة، إن شاء الله هنا في المراكب الجاية تكون مراكبة طيبة. ونذهب مباشرة لأشواط الإنتاج مع شوط 13، وتمكنت فيه وبرة لحميد بن عبد الله اليابري من تحقيق الفوز بزمن وقدره 8 دقائق و11 ثانية و5 أجزاء من الثانية.
وكان النصر حليف شيبوب في الشوط 15 للجعدان، إنتاج لسعادة صالح بن نصره العامري بزمن وقدره 8:09 وثلاثة أجزاء من الثانية. أما صباح يوم السبت كان الموعد مع تحديات الحولي والزمول لهجن أبناء القبائل على مسافة 5 كيلومترات، والبداية كانت مع الحولي المحليات التي استحقت فيه الظبي لسيف بن مصبح بن كليب المسافري الفوز بعد عرض رائع وقوي في آخر الأمتار، مسجلة توقيتا بلغ 8:03 وثلاث أجزاء من الثانية. الظبي طال عمرك كانت أبوها مريض حجة بولجية وإذا العام ثنية صلحت شوي، شاركناها مرة واحدة وسبقت ويبت بس في الرئيس أركلتا ويا الثامن السيارة، وهذا مركزها أول مرة اليوم ما شاء الله. اليوم منقول بداية موسم والناموس والناموس في الشوط الأول، أول عمارة الشيوخ الشوط الأول يكون مختلف، له طعم خاص، نكهة خاصة، فرحة. نعم الحمد لله السبوق يوم الله يرزقك إياها درة تنوجد والنصيب على الله سبحانه وتعالى. إذا تعرفنا أيضا من بالسلال اللي تنحدر منها سلالة طال عمرك صوان. أي نعم بالصوان. نقول الشوط الأول الشوط الأول وبداية موسم ونقول أعداد هاي لمشاركت بنقول في بداية هذا الموسم. الحمد لله الحمد لله بكرة طعمك سبوك مو نسبوك، لكن طال عمرك المرض ما خلاها لنا. نعم والحمد لله الحمد لله يا خير أكثر عن هذا فيها. الشوط الثاني للحول المهجنات تمكنت عز لسهيل بن عبيد السبوسي في أن تحقق الناموس واللقب الغالي بتوقيت وقدره 8:07. والله يا أبوني بنعمك يوم توجد السبوك والله يوفق في المقيض مقيضة مقيض عدل تسبق في المركب. نعم وهذا توفيق من الله. مع بداية الموسم ولكن لاحظنا على أرضية هذا الميدان بنقول أعداد كبيرة وأعداد هاي للتشارك وأسامي أيضا لها ثقلها من بداية الموسم. والله دورة المرموم محبوبة والكل يشارك فيها، هذه فرحتها ناموس عن 1000 ناموس عندنا. نعم المرموم بداية اللي تعرفنا بعز إنجازاتها السلالة اللي تنحدر منها. عز سلالة مبلش السعدون أو أمها مهجنة، وعز في رصيدها سيارتين وشهرنا هنا العام في آخر الموسم وقيت ما شاء الله، وهذا أول اشتراك لعز اليوم. المشاركة الأولى بنقول بشعارك مع بداية الموسم ولكن ثقتك التامة وضعتها في الشوط الأول. والله عز ما شاء الله فحمناها مفاحيمها طيبة وعطتنا مفاحيم طيبة وخلتنا نوديها الشوط الأول. الشوط الثالث للزمول المحليات أثبت فيه محافظ أنه من معدن أصيل وبرهن أنه الأقوى في المسار ليدخل أولا 8:02 و7 أجزاء من الثانية. الحمد لله رب العالمين. والله نحن نتمنى المشاركين هني نتمنى الفوز والسبق هني في المرموم، والحمد لله نحن جاهزين حلال بالتدريج والحمد لله نأدى أداء طيب. البداية اللي تعرفنا أيضا وتعرف جماهير دبي ريسينج بالمحافظ السلالة اللي نحذر منها وإنجازاته. المحافظ المياس بعير الشيخ محمد بن راشد وإنجازاته من سنة اللقاية للعام للثناء يعني كله ثالث ثاني على السيارة، ما حاضر بالسيارة بس كله منافس على السيارات والختاميات. اليوم أداء متميز التوقيت الأفضل والأجمل 8:02 7 أجزاء من الثانية مع بداية الموسم، التوقيت والأداء اللي قدمه اليوم المحافظ خاصة في الشوط الأول الرئيسي بنقول يهله لأشواط رئيسية قادمة. والله الحمد لله المحافظ معودنا على ركض بعد أفضل عن هذا، هو يوم ينافس على السيارات يعني يكون في أسرع تيم منهم يوم هو اللي جي، والحمد لله نحن متوقعين أنه في أداء بعد أفضل عن هالأداء. فوز مع بداية الموسم وتسجيل نقطة ذهبية بنقول في أول الأشواط دافع قوي ومؤشرات العزبة أن تكون في جهوزية تامة، صحتها تامة، مشاركاتها تكون طيبة مع بداية الموسم إن شاء الله. الحمد لله هذا وتسند أي مركض من بداية الموسم يوم يلقى أداء الحلال طيب هو مرتاح، يعني يقول أنا بعدي ما بديت في التمرين ما بديت في حمار رجاب ما بديت ضغط على رجاب وايد وأداءهم طيب، يقول يعني أي مركض يقول إن شاء الله المطية في مراكز الجاية بتكون أحسن. الشوط الرابع للزمول المهجنات لم يترك عباب للسلطان بن سالم بن حمد الكتبي أي مجال لمنافسيه وتفوق عليهم بجدارة مسجلا توقيتا وغدره 8:05 و5 أجزاء من الثانية.
والله قعود سبوق وأول اشتراك للسنة لعام وعكة صحية في العزبة. القعود أول اشتراك له دخلناه السنة وقعود سبوق سبق الحمد لله. اللهم لك الحمد. ما شاء الله المشاركة الأولى وبنقول الثقة التامة وضعتوه في الشوط الأول الرئيسي. الشوط الأول دائما بنقول تنافس فيه من بداية الستارت حتى خط النهاية. نعم نعم توفيق من الله. القعود بجهوزيته كاملة بس توفيق من الله. اللهم لك الحمد. كيف تتوقع المشاركة في الأيام القادمة في مسافة 6 ومسافة 8 كيلومترات؟ إن شاء الله مشاركة قوية. إن شاء الله أنا مشارك مشاركة قوية. أما أشواط الإنتاج فقد بدأت مع الشوط 13 والذي ذهب النصر فيه لهملولة لمنصور بن حماد الكتبي التي قطعت المسافة بثمان دقائق واثنتي عشر ثانية وسبع أجزاء من الثانية. الشوط 15 تنافست فيه الزمول في فئة المنتجين وضرب ضاري لحارب بن محمد الكتبي بقوة وسار إلى خط النهاية بكل ثقة محققا توقيتا بلغ 8 دقائق و5 ثوان و3 أجزاء من الثانية. أبو مصر جاهز؟ جاهزين إن شاء الله. لا مو بجاهز على الحلقة. تسعة من 9 إلى 11 ديسمبر. جاهزين؟ جاهز. مرة جاهز. سوي فريق. جاهز. يلا. تحدث الرسم موجود. نعم. مضمر موجود. والفريق. ما أدري عادي يعرف المضمر يعرف. ما عليك يعرف مضمر مضمر بطية ما بيضمر. تدريب عنده. تدريب. ما كنت معطينا وادم. لا حاشا. تدريب نفس التدريب. حاول عليهم. حاول عليهم على مستوى مجال. سدوا حيلكم للألعاب الحكومية تو أعلنوا عن شيء ألعاب حكومية. أنا أشوفك دوم تتمرن. جاهزين. ومع عندنا سالم متعرض تتمرن كل يوم. سالم متعرض. إيه كل يوم تتمرن. وحتى لي سالم داود. بس. فاتمرن. كلهم من بالهم كلهم. بس بو حمد ما يتمرن. منو؟ بو حمد ظهر ظني خلاص ظهر من عندنا بالتحديد بو حمد. متحدث رسمي الحين. لا بريبة بريبة. هو ما يبغى ما أدري ب أنا ما رمي شيء ما رمي شل وزني هو متحدث عن مؤسسة الحين بتيكم العلوم بعد إيه اترقى الرجال الحين بس خلاص الله يوفقه إن شاء الله. طيب روح وياك على الثنايا منافسات تجنب أبناء القبائل الداير لحمد معيوف بن محمد العامر نقول له الناموس يستاهل يستاهل. نحن أبو خليفة شفنا تنافس سنة الثنايا والحول دارت ما بين يومين ل 32 شوط. شفنا التنافس شفنا الإثارة في هذا اليومين اللي صارت هذا الأسبوع أسبوع الكبار. الثنايا كان بيوم أيضا في أول الأيام وكانت أيضا الداير من فازت وانتزعت أول نقاط في الفترة الصباحية وفي أول أشواط المخصص للبكار المحليات في سن الثنايا لأن الداير استطاعت أن تفوز وتظهر بهذا الشوط وترسل السلامات لمالك حمد بن معيوف بن محمد العامري اللي شفنا التنافس للرمق الأخير ما بين الداير وما بين أيضا الأسامي المنافسة والشعارات أيضا المشاركة في هذا الشوط إلا أن الداير حاولت أن مع الأمتار الأخيرة أن تنتزع وتنفرد أيضا عن بقية المشاركين لترسل السلامات لمالك حمد بن معيوف بن محمد العامري من افتتحت أول الأشواط قطعت المسافة في 8 دقائق 3 ثواني جزو واحد من الثاني استاهل مالكة ونوجه له التحية والناموس بمناسبة هذا الفوز والانتصار. أما ثاني الأشواط أيضا شفنا عذر اللي قدمها شعار بدليوي اللي دائما نشاهد مشاركاته وتجهيزاته في سن الثنايا مثل ما قدم لنا الوسمية في العام الماضي قدم لنا عذر في هذا السن ليحافظ على لقب الوسمية اللي فازت بكاس أيضا الكبرى مع أول افتتاحية المهرجانات في الموسم الماضي وأيضا قدم لنا عذر. هذه عذر انتقلت ملكيتها في العام الماضي أبو خليفة من شعار سلطان بن ميرين الكتبي صاحبة إنجازات صاحبة توقيت مميزة انتقلت ملكيتها لشعار بدريوي سهيل بدريوي الكتبي. عذر ربما أنها في الموسم على ما أعتقد أنها صابت بعرقلة في الموسم الماضي إلا أن شفنا مشاركتها شوف ما شاء الله كانت عصاها في البطان طلب عند 50 متر لما شاف المضايقات من الأسامي المشاركة معها اندفعت مع الأمتار الأخيرة 7 دقائق 56 ثانية 4 أجزاء من الثانية ثاني توقيت يسجل لعذر في الشوط الماضي. نهني مالك بدريوي يستاهل سهيل بدريوي هذا الإنجاز واقتنى هذه السلالات وهذه الأسامي ما نستغربها من مالك عذر بدريوي. نعم نروح لبردبي
برد بي ايضا قدم ابو عبد العزيز حسن بن عبد الله بغليطه راعي اسيل. اي والله راعي اسيل، وهذا دائما هذا الشعار وهذا الاسم معود معودنا انه يظهر مثل هذه الاسماء. قدم لنا برد بي في اول اشواط القعدان المحليات اللي ينتزع هذا الفوز والانتصار ويرسل السلامات لاهالي الشمال كافه، واللي ابو عبد العزيز حسن بن عبد الله بغليطه الغفلي اللي قدم لنا برد بي قطع المسافه في 8 دقائق 5 ثواني 9 اجزاء من الثاني. نهنيه ونبارك له هذا الفوز والانتصار، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في المشاركات في ايضا في السباقات القادمه. نعم. اما الشوط الرابع خوف ايضا قدم لنا شعار سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الكتبي، قدم لنا ايضا خوف اللي شفنا منافسته وايضا منافسات الاسامي القويه للامتار الاخيره، الا ان خوف حاول وايضا استطاع ان ينتزع نقطه هذا الشوط ويرسل لمالك. لو تشوف الاوامر الخفيفه من مالك خوف عندما حس بالمضايقات والمنافسات من الاسامي الاخرى، فعندما صدرت عليه الأوامر اندفع اندفاعة الفوز والانتصار مع الأمتار الأخيرة ليبتعد عن الأسامي المنافسة لهذا الاسم، إلا أن يرسل السلامات لمالكة ومضمر سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الكتبي قطع المسافة في 7 دقائق 58 ثانية 5 أجزاء من الثاني. نهنيه ونبارك له هذا الفوز والانتصار. هذا أول أشواط الخامس. لا هذا أول أشواط إنتاج، هذا أول مفتوح. نعم. لا هذا الانتاج، هذا الانتاج، هذا شوط وبرة. نعم شوط وبرة. نعم شوط رقم 13 ومسفر عندك ما انك طلبت الانتاج. قبل انا طالع بكره احب اطلعك اشكرك ابو خليفه واشكر القائمين على برنامج رسائل اضافه اشواط الانتاج ونحل وحسبتنا نحل ونعطيه حقه. اشكر المعد محمد سالم ان لمت انا الحلقه اللي طافت، هو اللي خلف الكواليس ما قصر. بيض الله وجهك. ما شاء الله اندفاعت وبره مع الامتار الاخيره، عون ولون يحافظ عليها. يستاهل مالك حميد بن عبد الله بن سعيد اليابري من قدم لنا عون، ونقول له حافظ على عون، عون بتكون لها مشاركه في اشواط الرموز والانتاج. ما شاء الله ما شاء الله عليها، عون ولون واندفاعه مع الامتار الاخيره ما شاء الله عندما صدرت عليها الاوامر. نعم هذا غادير ابو مستر. غادير عند مبارك بن سلطان بن مبارك الرفيسه اكتبي نومش له والسلامات لأهل الذيت. بكرة طال عمرك سبوق والإنتاج سبق الإنتاج غالي يا أبو خليفة. صح سبق الإنتاج غالي. أنا عندي قعود بعد في الشوط المهجنات، لكن ما الله كتب لي يا ثالث. نعم ما الله كتب لي يسبق الإنتاج له لذة. نعم الأشواط هذه شوط مشغل. نعم فالإنتاج طال عمرك البكرة هاي عند بالرفيسة بكرة سبوق لها إنجازات العام، وهذه أول مشاركة لها السنة. نعم. والقادم إن شاء الله أفضل. الله يوفقه. طيب شيبوب بو سيف سعادة صالح بن ناصرة. شيبوب بو مبارك عفوا بو خليفة، هذا الاسم تعودنا عليه يشارك في أشواط الرموز في الأعوام الماضية. أول مشاركات شعار رجل المفاجآت صالح بن نصرة، سعاد صالح بن نصرة العامري. شيبوب دائما يكون نشوف مشاركاته في أشواط رموز ومنافساته. أول مشاركة لشيبوب في هذا الموسم، شوف العرض الثنائي اللي على الصدارة، كان عرض ثنائي جميل ما بين الاسمين اللي على المركز الأول، إلا أن شيبوب حاول واستطاع أن يظفر بنقطة هذا الشوط ويهدي السلامات للسفير سعادة صالح بن نصر العامري وللمضمر وبالشرك الله يصرح يسلم على العرب كلهم. نعم حافظ عليه كلهم حاطهم الصبح ما شاء الله متنومس يوم تكون متنومس وفرحان. نعم. ودك ان كل واحد تلاقي ناموس ناموسين السابق وناموس الانتاج طبعا. اي والله اخواني. نعم مشغل عامر بن هادي بن حوير بن منصوري بن حوير بن منصوري. نعم. هذا اخر شوط كان هو اخر شوط في في الثنايا واخر شوط في الانتاج كذلك. لهنا اشواط الانتاج ابو خليفه اخر اربع اشواط نومس لعامر بن هادي بن حوير بن منصوري. مرسل السلامات طال عمرك لهاي الوثبه يستاهل. ويا بتوقيت طال عمرك 57 و8 اجزاء وقعود. نعم. لعام ركضه طيبه طال عمرك والله يبارك له ان شاء الله في الشوط. ابو خليفه ابو عمر تفضل. ابو عمر شو شفت ركض الثنايا بشكل عام؟ والله العالم مجهزين ومستعدين، ويعني هذا بداية الموسم ويبشر بخير. متشوق متشوق ابو عمر؟ ها؟ متشوق؟ نعم بترد على الزمون؟ لا الزمون لا الحين حول. ها؟ حول الحين. يحييك بعد اغلى. لكن الركض هذا ذاق ناموس الزمون الحين ناموس الحول. بداية الموسم والركض مستوى ركاب كذي ما شاء الله هذا يبشر بخير وتيمات خيالية. إذا تسمحون لي أعرج على الفايزة. الفايزة أي شوط؟ الشوط السادس حق سعيد بن مطر الرميثي.
هذا الفايزه جهزوا لي شوط الفايزه عقب ما خلص الحين الحول نحن انتقلنا الحول من خالص برد ان شاء الله على الفايزه بمبارك نروح مع شوط الحول نعم خليفه منافسات سنه الحول شفناها دارت ما بين 16 شوط شفنا المنافسات القاده في 16 شوط اول اشواط افتتحناها بالضبي السيف بن مصبح بن كاسب المسافري من قدم لنا سلاله صوغان اللي متعودين عليها دائما تكون لها مشاركات في مثل هذه الاشواط الرئيسيه حسب كلام مالك ان هذه المطية محافظ عليها شارك العام الماضي شارك العام الماضي في طال عمرك في الضبي لها سجلها حافل بالانتصارات حافظ عليها وصل الضبي طال عمرك هذه أول مشاركة لها سلالة تنحدر من سلالة صوغان ودائما المسافري يقدم مثل هذه الأسماء قدم لنا الضبي سيف بن مصبح بن كاسب المسافري اللي فازت بأول أشواط حول محليات قطعت المسافة في 8 دقائق 3 ثواني 3 أجزاء من الثاني نهني مالك الضبي سيف بن مصبح بن كاسب المسافري من فاز وانتصر في أول أشواط وقدم لنا الضبي ونتمنى له التوفيق ونشوف إن شاء الله الضبي في المهرجانات وفي السباقات القادمة بإذن الله. نعم عز لسهيل بن يميع النومس لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي راعي صايب النومس له على فوز عز وناموس عز غالي على أبو عبيد وايد البكرة هذه جاي خامس على الكاسيوم هي القية وضلعت سنتين ضالع ناقاي نعم ناقاي ضالع وناقاي مدخورة وناقص هبوق وخوات تم لهم سابقات والله يبارك له فيها ان شاء الله ابو عبيد ونشوف ان شاء الله السنه في سيف الحول ان شاء الله علامه شاء الله. الاصابات ابو غانم على مبين على على هذه الناقه في رصيدها 3 سيارات والريال ما شاء الله صبور عليها انا قلت اروح قلت الناقه اعزلها ومحافظ عليها ابو عبيد قال لا بصبر عليها بتصح ان شاء الله صحت السنه وهذا اول مشاركه لها الناقه هذه ابو خليفه محافظ عليها وناقه سجلها حافل 3 سيارات في رصيدها سلاله مبلش السعدون خامس على الكاس ومثل سهيل بن عبيد بن يميع هذا الريال ما نستغرب من يظهر مثل عز ريال مظهر مبلش مظهر خلاب مظهر صايب اسامي خذت رموز وخذت سيوف ظهرات من عند هذا الريال يستاهل. ريال دائما ظهر سبه ويظهر مثل اتمنى له التوفيق ابو عبيد ونشوف ان شاء الله عز مشاركاته في اشواط مبارك محافظ لسيف بن خلفان بن غويص افضل توقيت نعم حافظ على 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 هذا الشوط اول اشواط الزمول المحليات وهذا المحافظ معودنا من العام الماضي نشوف له مشاركاته وانجازاته سلاله مياس هي من استطاعت ان تفوز باول اشواط المحليات مثل ما فازت ايضا سلاله صوغان في اول اشواط سلاله مياس سمو الشيخ محمد بن راشد ايضا فازت في اول اشواط الزمول المحليات مع السيف بن خلفاب بن سيف الغويص هو كان افضل توقيت مع هذا البعير والبعير هذا من العام الماضي كل شوط يشارك فيه يكسر تيم ولا انه سبق او ثاني وثالث ينافس بعير دائم يكون في اشواط حطم التوقيت اما الشوط الرابع كان عباب السلطان بن سالم بن حمد الكتبي يعتبر اول اشواط زمول المهجنات هو من فاز وانتصر في اول الاشواط واهدى السلامات لمالكه سلطان بن سالم بن حمد الكتبي وارسل السلامات من وين ما يسكن نهنيه ونبارك لهذا الفوز والانتصار راعي عباب قطع المسافه في 8 دقائق 5 ثواني 5 أجزاء من الثانيه نتمنى له التوفيق وان شاء الله نشوف مشاركاته الحافله في المهرجانات القادمه ان شاء الله ونتمنى له التوفيق راعي عباب ونقول له حافظ على عباب وان شاء الله نشوفه في السباقات القادمه نتمنى ذلك بو مسفر اشواط الانتاج نبدا مع حملوله نعم عندها حملوله عنده منصور بن حماد بن سالم الكتبي استاهل النومس له على فوز حملوله والتوقيت طال عمرك 8 دقائق و12 ثانية 7 أجزاء الله يبارك له ناقة طيبة وناقة بعد إن شاء الله نقول لنا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله نعم شوف حتى عندها نهاية وناقة بعدها عندها زيادة من هذا الركض نعم. ناقة مو بجاهزة اللي يعرف الركض ناقة هذه مو بجاهزة ناقة سمين وعادها عندها ان شاء الله ركض زياده اول مشاركاتنا اول كل مطيه هذه اول مشاركه لها نعم. اول مشاركات للثنايا والحول نشوف نمس في المرموم وفي الميادين الدوله اللي بدنا منافسات الثنايا والحول نعم شاهينيه ابو مبارك نهني مالك الشاهنية اللي فازت بأول أشواط الحول المهجنات الانتاج وأرسلت السلامات المالكة سالم بن محمد بالشرقي العفاري اللي قدم لنا السلالة الشاهنية اللي فازت وانتصرت وأرسلت السلامات لمالكة قطعت المسافة في 8 دقائق 8 ثواني 7 أجزاء من الثانية شوف لما سحبت البساط لصالحها انتقلت للمركز الأول بدأت تصدر عليها الأوامر شوف مالكة مضغط عليها لأنها مطية أول مشاركاتها فبداية جهوز الشاهنية
أول مشاركاته في السباقات في هذا الموسم. فأشوف المطايق كل الحلال اللي شفناه حلال ما عنده جهوزية، حلال ظاهر من المقيضة، فتشوف صح. كل ملاك الهيجين ما يضغطون مطاياهم لأن حلال أول مشاركات وحاسبين على السباقات القادمة والمهرجانة. نعم ضاري لحارب بن محمد بن محمد بن حمد الاجتبي أبو مسفر النومس لحارب محمد بن حمد الاجتبي على فوز ضاري. نشوف ضاري سبق بريحية تامة وتوقيته 8 دقائق وخمس أجزاء وخمس ثواني وثلاث أجزاء، والله يبارك له فيه إن شاء الله وفي مهاته، وإن شاء الله نشوفه في أشواط الرموز. ما نبغى له سيارة، نبغى له أشواط رموز إن شاء الله هذا البيت. ما شاء الله الرموز. إيه أنا أحب الجعادي زيادة، شفي زيادة في الجعادي. الله يوفقه. والله يستاهل، يستاهل إن شاء الله نشوفه في الرموز ويأخذ رمز إن شاء الله. منذر يبغى يعلق عليها. منذر عندك يعرف سلالة منذر، يعرف سلالة منذر ويعرف نومس الراعي النومس وراكب مراكب مثل راكب منذر ترى قدام راس. نعم حق سهيل بن خيرات بن دود العامري ويستاهل الناموس، وإن شاء الله فاله الرموز. وما شاء الله خفيف، اشوف مركبه ما شاء الله خفيف. سلاله منذر سلاله طياري ابو خليفه دائما متالقه، هذا كل ما تكبر كل ما صارت ركبه اللي تتواجد الان في المجموعه العلميه المتقدمه. فمنذر طال عمرك شفنا صاحب البندقيه في 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 الطائف. المملوك لهجن العاصفه، وايضا ياما وياما يعني سلاله منذر فازت باشواط الرموز. ومنذر ايضا واحد من الزمول المعروف والمشهور بدون ضرب ترى عصاف الرمضان. بياخذ الرمز هذا ان شاء الله، بياخذ. عندكم تعقيب على الاشواط قبل ما ننتقل؟ تعقيب عندك بعمر على الاشواط؟ نشكر محمد سالم بس. تشكر محمد سالم. محمد سالم مضمر هذا لا لا المعد ربيعنا وبعد مضمر البرنامج يعني. اي نعم على اشواط الانتاج يشكرون اهل الانتاج بعد ويستاهلون، يستاهلون. قبل يومين طلع علينا حدث فريد من نوعه، حمل معه سعادة غامرة بمفاجأة رائعة حولت ميدان المرموم إلى مكان للاحتفال بهذا الحدث الكبير. أطلق شعار جديد، شعار له مستقبل، شعار الكل ينتظره بفارغ الصبر منذ أن تم الإعلان عنه. الثنائية التي تحمل القوة والإثارة المنارة بالمركز الثاني بلغة الشعار الشعب بهناك عروض. شعار جديد، شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قادم وواعد وله الكثير من الجماهيرية وله الكثير من المتابعين. منذ أن أطلق سيدي سمو ولي عهد دبي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن هذا الشعار، والكل يتساءل متى بيشارك مشاركات في الرموز، متى راح يكون هذا الشعار شعار قوي كشعار أبيه شعار هجن العاصفة. وأنا أقول لكل عشاق الهجن تريثوا لا تستعيلون، هذا الشبل من ذاك الأسد، راح تشوفون شعار يتألق في كل المهرجانات. ودائما عندما يبدع الابن يفتخر الأب بهذا الإبداع وهذا الإنجاز. خبر جميل بمسفر رائع. نعم أفرحنا، أرسل رسائل كثيرة، رسائل معلنة وغير معلنة أن هذه الرياضة سيدي سمو الشيخ حمدان تراه وراكم وراكم. الله يطول عمره سيدي صاحب سمو الشيخ حمدان محمد، والله يحفظ الشيخ راشد بن حمدان بن محمد. أفرحنا أن المستقبل إن شاء الله بيكون أفضل. نعم في الرياضة هذه إن شاء الله لما نشوف الشيخ راشد بن حمدان يشارك عندنا هني ونشوفه يبرى في الأشواط، هاي بحد ذاته يعني فرحة للركب. صح نعم، والله يبارك فيه إن شاء الله. وعقبال ما نشوفه والدريس ترى دريس الشيخ حمدان محمد قديم صحيح. تدشين الشعار سابقا إنذار ماخذ كاس في نادي الشباب.
على الشعار هذا، على هذا الشعار، تدشين الشعار. طيب بس يا اخوان حطوا رقم الواتساب، حطوا رقم الواتساب واضح امامكم، مشاركات، مداخلات، اقتراحات، تهاني، اللي تبونه ارسلوه على رقم الواتساب نحن بنتواصل. حط لنا بعد هاشتاج تويتر، هاشتاج برنامج مركز لصايل، مركز الدار، برنامج اندرسكور لصايل. البدايه موفقه. طيب البدايه طال عمرك بدايه الشعار وتدشين الشعار، فوز باول اشواط مع جميرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم. هذا الشعار بداية انطلاقة سمو الشيخ حمدان بن محمد، وأيضا بداية انطلاقة في هذا العالم الساحر، وأيضا أول شعار لسمو الشيخ حمدان بن محمد على انذار وخوات انذار في كان في ند الشباب بنفس اللون بهذا الشعار أيضا. نعم، وشفنا اليوم انطلاقة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد أيضا بنفس شعار أبوه، والسيل يقول لك السيل يتبع ثره. نعم. فهذا طال عمرك هذا الشبل من ذاك الأسد. قدم لنا جميرة في أول أشواط، أتى بالفارس في ثاني الأشواط والثنائية الجميلة اللي المركز الأول والمركز الثاني. فهذا الشعار له مستقبل باهر، فهذا الشعار نحن أبو خليفة نتوقع أن هذا الشعار بيكون طال عمرك له ظهور مميز في أشواط الرموز وفي كل ميدان وفي كل محفل مشارك. فهذا الشعار بتشوفه مشاركاته طيبة، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن محمد المكتوم في هذه الرياضة وفي رياضة الآباء والأجداد، افتتاح وتدشين الشعار في حفلة مميزة في 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 سن أيضا الثنايا. نعم. فنهني أيضا المضمر غانم بن سعيد بن سالم، نقدم جميرة والفارس، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق. بعمر شعار جديد شو بتقول عنه؟ والله نقول يا مرحبا الساع الشيخ راشد بن حمدان بن محمد، وعندنا كلمات هني عدينهن. يقول في حضور اسمك وناموس الهجن زاد تشريف الركض بهج وسرور، مرحبا بعد همال المزن وعد ما خط القلم فوق السطور، مرحبا يا الشيخ راشد يا ابن حمدان المكتوم يا نسل الصقور، بك ميادين الركض يتباشرا يوم اسمك عالذلايل له حضور، والسنين اللي مضن لك يشهدن حافله بمجادها عبر العصور، وهجنك اللي برها وهي سبقن كم خصم غيرت له من شعور، مثل ابوك اللي يسهلها المحن وقال خلوها بعد ما شار شور، يوم تكريم العصر سوت فتن عقب ما كان العرب فيها غرور، وكم من سبق سيوف وكم خذن والجوائز وافيه ما به قصور، في حضورك طاب ناموس الهجن وهاجس الافكار سجل لك سطور. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يوم تكريم، مثل ابوك اللي يسهل هالمحن محن وقال خلوها بعد ما شار شور شور، يوم تكريم العصر سوت فتن عقب ما كان العرب. الله بيض الله وجهك، بيض الله وجهك وصح الله لسانك يا ابو عمر، وفي محله يستاهل انا لا اشوف والقصيده والابيات اللي جديده الحين مسوينها ابو عمر. الحمد لله الحمد لله والله، ونفرح بمعازيبنا يوم هم ان شاء الله على نفس الخطه وعلى نفس المسار. نعم. ويقولون يعني معازيبنا ما يقصرون فيها قصيره، صغيرنا والعود. نعم. صح. كلهم باذلين الجهد. أيوة. على هذه الرياضه، والرياضه هاي مبروكه يا ابو خليفه. الحمد لله الرياضه هذه مبروكه. الحمد لله. وبشب من شب على شيء شاب عليه. شاب عليه. نعم فعلا ابو سلطان. نعم. شعار جديد وبيولع او بيشعل منافسات هجن اصحاب السمو الشيوخ. اي والله شعار جديد، ورعي مبروك الشيخ حمدان طول عمر مبروك، في كل شيء جديد. صح. من عرفنا الريال هذا الله يطول عمره مبروك من بدايه اعلان ساعتك، وكل سنه هي بالنا شيء جديد الشيخ حمدان. نعم. مفاجئكم مفاجئ، لازم انا في موسم اسوي مفاجئ، لازم مفاجئ. أيوة. الشعار هذا مفاجئ بعد، وفرحنا بك، يشهد الله سبحانه بوجوده، ان شاء الله نتمنى له التوفيق. نتمنى له التوفيق. في محور مهم نحن بنتكلم فيه وياك ابو سلطان عن المضمر والسبوق، قالوا 70% السبوق و 30% المضمر مع العلاجات مع الإدارة. أنت قلت الإدارة، مع الإدارة هذا كله نسبته 30%، منصفة لكم أنتم كمضمرين، أنتم يعني شغلكم أنتم فقط 30% في المطية السبوق فقط، هل تشوف هذا شيء منصف؟ السبوق عنصر أساسي في العزبة. طيب هو تعطي نسبة أكبر من المضمر؟ لا، السبوق نعطيها 50 و 50 للمضمر ودارة السبوق. إدارة السبوق 50 للمضمر مع إدارة مع الإدارة. أيوة. ومحافظ على السبوق، أنا أقدر يجيب سبوق أركضها في الموسم مركاض واحد وخلص،
مهمتي. لكن السبوق يوم الله يعطيك اياها هذه نحل من الله، اللي يبي فلوس واللي يبي شيء، اللي يبي حظ السبوق رعاة الرمس نعم او صاحبة السيف، يوم الله يعطيك اياها تحافظ عليها وتتم عبارة على نفس المستوى. مهم وايد الضمار والإدارة، إدارة السبوق وضمارها 50، وهي تراها مثل ما قلت عنصر أساسي السبوق 50 50 50 50. شو رأيك بعمر؟ والله أنا أوافق أخوي كلامه صحيح. السبوق لو بتي السبوق وبتي عند مهم مضمر ما يجيبها، الركض جبله. أنت عالجت ما عالجت، رتبت ما رتبت، لازم تجيب مطياك متجبلة. لو بتعطيها 60 علة، إذا ما تجيبها متجبلة ما فيها فايدة، بتخلها وتجيبها والله أنا. نعم. وهذا الرجال يشكر على المواصلة والثبات. بعد ترى الركب فن وذوق. صح. وثبات. صح. إذا أنت طال عمرك التزمت بالشروط اللي أنت تباها ويبت مطيك على أكمل وجه، أنت لك أبصم بالعشرة. والحفاظ على المطية وأمر هذا الرجال أبو سلطان، هذا شيء بسيط. والله الحفاظ على المطية من أول موسم لآخر الموسم الحين. ونفس المستوى ونفس الرتم وفي زيادة بعد، يمكن أن آخر موسم بعد تكسر تيمن. نعم. رجال يحافظ على السبوق. الحين اللي ما يعرف يقول لا فلان عنده سبك. صح. السبوق تبع عباله تبع تبع دراية تبع، ولا كل السباق هاي رجال بيعطون هندويات بيعطون. بس في فرق الحين السبوق في هل في فرق بين السبوق والنادرة أو النادر؟ يعني كلهن سباق هذه، لكن في نوادر. نوادر يعني مثل إعمار تعتبر من النوادر. نعم. أنت النوادرها ما تتكرر وياك كل سنة. ما طيب. لكن يعني الحين أنا ما بقلل بالمستوى الحلال، هذا حلالنا. صح. لكن مثل مياسة يعني أسطورة من النوادر. يعني فرعي بن حمود كم حايل عنده مثل من ياسفي؟ لا لكن هذا السبق. شوف ايوه مثل محافظه معاك انا الحلال، باقي الحلال ما نهتم فيه. نتكلم عن السبق. لا 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 في نقطه ترى السبوق هي اللي ظهر المضمر. صح. يا ما عندك سبوق، شو بتسوي؟ اختفى دور المضمر بهاي الطريقه. لا خلاص لا 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 السبوق الظهر المضمر، يعني مضمر لهذا يعني الظهر مضمر والمضمر ظهر السبوق. الحين يوم تتداخل تشترى لك انت مضمر وتشترى لك مطيه سبوق من اشواط متاخر، وانت تختارها وتوصلها الرمز وتتم مستوى ثابت على الرمز. هذا مضمر. شوف في نقطه مهمه، في نقطه مهمه انا يعني سويت بحث، شفت ان في حلال قبل ما يوصل للشعار الاقتصادي مستواه كان في طلوع في نزول في طلوع، لكن من دخل عزبة الاقتصادي واستلمته ثبت واستمر في المحافظة وخذ رموز واستمر. وانا بنطري الحلال نحن. نعم. بس في اسماء وانت تعرف اكثر عني. نعم. شو سر الثبات؟ يعني ما شاء الله من توصلك مطية تثبت مستواه، خلاص تروح فوق وتثبت مستواه. في دمسات عندكم لازم تخبرنا. دمسات طال عمرك شعار. الشعار مدعوم، ويوم يتم الشعار مدعوم تتم تحت ضغط في كل مهرجان، تحاول انك تسجل حضور تحضر يعني تنافس على الرمز تاخذه او تيه حوله او تاخذ لك شوط زين يرضي الجماهير، لان الشعار هذا للجماهير. عفوا. نعم له جماهير، وتحاول انك تثبت في كل في كل في كل في كل مهرجان تقدم الافضل في كل على طيله المهرجانات كلها كامله. هذا اللي نحاول حن عليه والحمد لله توفيق كل ابو سلطان. بوصيك وصاه. هي توافيق من الله سبحانه. بوصيك وصاه. نعم. ترى الموسم هذا غير عن بقول لك الخمسين اللي طافت. وحن هذا الموسم غير عن كل المواسم. نحن نبه من لا تخبر. لا توصل رسالة. يمكن أبو خليفة ما يتابعنا اليوم ولا يتابعنا. لا أبو خليفة. نبأك توصل رسالة. مجتمعين قبل يومين يا. زين نبأك توصل رسالة. والسنة لا بشرك، السنة بشرك أن أحسن عن كل سنة. لا نبأك توصل رسالة. إذا أبونا يضخ بيب نبأه يضخ أربع بيبات. إيش دراك ما شاء الله. تقول. أنا أخبرك. لا السبق موجودات وقد حوالي 6 أو 8 مخذات رموز موجودات. وفي لا بعد في شيء كم موجودات قلت لي؟ ثمان لما اخذت ها 18 نبأ. لا اقول لك موجودات ما انت علي شيء موجودات خلي يرمس هي والله. وبعد في شيك مفتوح للسبوق مره على طيله الموسم كله. يا الله هذا اليابا. انا هذا اليابا اكثر عن كل سنه. هذا اليابا وتوزيعات السنه الموسم وجهوز الحلال احسن عن كل سنه. نبى السنه البيرق يتغير. البيرق طال عمرك صبر. البيرق احنا الحقايق والقايب كلهم يعرفون الجماهير وكل البشر نعرفك. ما تقول لقاي ما نشارك باليداع وثنايا وحب تروم تسيطر علي عادي.
ترى نقاط 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 السيف غير عن نقاط الحق. لا لا نقاط السيف المحليات البيرق البيرق يوم الحق اكثر بيعدلون السنه ان شاء الله. الحق ست البيرق محليات سيف محليات. انا ما عندي خلفيه عن النقاط بس اعرف ان النقاط الحولك اقوى. احنا نعرفه عشان البيرق عشان البيرق في ملاحظه مثل مياسه بنقول العام الماضي خذت الرمز خذت السيف عطوها ثمان. نعم المركاض الثاني المطية اللي تاخذ أربع لأن محليات أربع أي مطية تاخذ رمز وتاخذ رمز بعد في نفس الموسم المفروض تدبلها. إذا أخذت الرمز الثالث يتدبلها زين تجيب هاي فكرة للبيرك. والله في أخوة في الأخوان أنا بعرف ليش ما يركض. والله طال عمرك مالك العزبة ما بيركض ما بيركض الانتاج. نعم. انتاج وفيها شراي خلي عطره. لا وفيها انتاج فيها شراي. لا والله فيها شراي مبالغ ماخذها اغلى فطيمه ماخذنها مروان بن فري. نعم ب 700,000 عند العويسي من يوم المرموم مشتري الشباب انت الشباب. اي نعم فيها شراي وفيها انتاج لكن ابو خليفه ما يحب يركض. لا السنه ترى قلت لك انا موسم استثنائي. لا ما يبي يخبر ابو خليفه. لا لازم لازم يفتح المجال. ما عندنا 10% 10% من الحقائق ولا قاي 10% بيدك خير اذا بتكلم زين. لا انا ويسمعنا الحين. نعم يسمعني لكن هم يعني ما يحب يركض. لا رجال طال عمرك مركض مبونه من قبل. كان عندكم كان عندكم 50 حقه نبى 10 يركض بس 40 اللي يركض نوعيات بعد ابشر زين عنده نوعيات. اذا عندك 50 نبى 10 يركز على اشواط الرموز بس ما بى اشواط سيارات ورا. والله اذا بيوافق ولا قايه مثل من ما يبغى البيرق حنا بالبيرق ولا تعال تعال حاولنا حاولنا طال عمرك معنا بعير واحد ومعنا إذاع وثنايا وحول جينا ثاني على البيرق زين بسلطان كيف لو معنا بسلطان بسلطان يمكن 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 البكره يمكن البكره غاليه عند ابو خليفه والقعود شويه غراه شويه لا وين قعود غالي القعود مستوى اي قعدان الحقايق ركزوا على القعدان الحقايق وقعدان اللقايق ركزوا عليه. نعم ان شاء الله طيب ركزوا على هذول ابو خليفه في سنه البيرق في قبل سنتين اظن ابو سلطان حاول استطاع ان طال عمرك ياخذ سيف ويجي ثاني على السيف الاول وثاني في الوثبه. نعم مياس اللي اخذت السيف اي والله وميونخ وميونخ اللي الثاني على السيف. نعم. فريال طال عمرك مثل ما ذكرت لما قلت ان المطيه هذه كانت اظني شراي من شراي اليدد. نعم اول مركز اول مركز تركض معنا. انا يهمني اليوم انه 50 50 قال 50 للمضمر 50 للسبو 50 للمضمر 50 للسبو. مشترياتكم الليمت وين ناويين توصلونها؟ انا اللي عرفت ان انتم ما شاء الله تو قلت شيك مفتوح شيك مفتوح ما له الليمت في اي اعمار ما له من الاذاع وثنايا وحول اذاع ثنايا وحول اذا ماركه نوعيه مضبوطه حقه ولقيه يشتريها ابو خليفه ويحفظها يسلمني اياها اذاع. ليش ما تشاركون يركضها في دوره فرعيه؟ ليش ما تشاركون في الصغار؟ ما يحب ركض الصغار ما يحب ما يحب وحنا نمشي على توجيهات وتعليمات الله طول عمره في الحلال كله ويعرف عنها صغير وكبير. ابو خليفه ابو خليفه يعطيك يعني الركض احنا اول ما عشان الركض احنا كنا صار في شوابنا في التسعينات بقول لك الركض كان في الثنايا في الحول. نعم وابو خليفه ريال غير يركض من او من مسير ركض. نعم. كان تركيزهم كله على الثنايا وعلى الحول. نعم. وانا اقول لك انا قد سويت ركاب كبار ركض الكبار له لذه ثانيه لكن العالم الحين اتجهت للتسعيرات. التسعيره وين موجوده؟ موجوده في الحقه وفي اللقيه فقط. صح فاكبر شريحه تلقاهم حقايق والقاية اذا يعني الا كان متعرق له ضالع شيء. نعم. تمت اذاعه عنده. طيب بنروح نحن خلاص ننتقل للمملكة العربية السعودية قبل طيب. الفيديو برد بنزله برد الشباب يشتغلون عليه يلا. طيب ختام مهرجان ولي العهد في الطائف في المملكة العربية السعودية كان مثيرا وشهد منافسة قوية سواء من هجن أصحاب السمو الشيوخ أو كذلك هجن أبناء القبائل. ختام رائع لموسم ثالث من هذا المهرجان الشيق له قيمة كبيرة لدى ملاك الهجن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. نتابع التقرير. بالأمس كان موعد ختام مهرجان سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية في الطائف في نسخته الثالثة وسط مشاركة قياسية من هجن أصحاب السمو الشيوخ والأمراء في دول مجلس التعاون الخليجي وهجن أبناء القبائل الذين تنافسوا على رموز غالية على القلوب لها مكانة كبيرة. البداية كانت مع شوط الزمول العام والبندقية
كانت في الانتظار. تمكن مبلش لحمد بن جار الله البريدي من أن يكتب اسمه في سجلات التاريخ بعد أن حقق الفوز بتوقيت بلغ 9:34.7 من الثانية. من هنا من أبواب المملكة العربية السعودية من هذا الميدان من ميدان ولي العهد من الطائف عروس المصايف إلى ميدان التحدي السلام إلى ميدان الشحانية السلام سلام يا البرادي سرى سلام. وبرهنت جن العاصفة أنها قوة لا تقهر ومؤسسة عملاقة بما تقدمه من إنجازات كبيرة لا تعد ولا تحصى. أضيفت لها بندقية الزمول المفتوح عن طريق مشوش بقيادة المضمر غياث الهلالي بعد أن قطع المسافة 9:49.7 الكبير سلام 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 لصاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز هجر العاصفة بهذا الانطلاق بهذا التحدي سلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سلام. سيف الحول العام ذهب إلى الزبارة لهجن السيلية التي أثبتت أنها مختلفة تماما عن خصومها ومضت إلى خط النهاية بكل ثقة مسجلة توقيتا بلغ 9:44.3. الشوط المنتظر وصراع العمالقة على سيف الحول المفتوح كان قويا ولكنه حسم لصالح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة المضمر مايد بن حلفان المري بتوقيت بلغ 9:35.6. أهل السيوف حضر خالد الفيصل سيفنا وأميرنا وعزنا وفخرنا السيف السعودي السيف السعودي السيف السعودي ارفع جبينك للسما فوق وافخر بأنك سعودي بأنك سعودي سيفين ونخلة. الناموس لكل من تنومس وانتزع الرموز والسيوف والبنادق في مهرجان الطائف. الناموس لكل عاشق لسباقات الهجن فعلا موسم ثالث موسم حافل موسم شفنا فيه كثير من التحديات الكبيرة. والنومس للجميع كل من أنجز نقول له الناموس واللي ما حالف الحظ إن شاء الله في المستقبل القريب بيحالف الحظ. الناموس للي خذ رموز الناموس للي باع الناموس للي اشترى الناموس للي شاف وطمش. مهرجان عنوانه العريض الناموس. أي والله مهرجان أبو خليفة ناجح بكل مقاييس بعد ما بدأ قبل بداية هذا المهرجان وهو ناجح فالكل كان ينتظر. فشفنا السباقات التنشيطية اللي كانت قبل هذا المهرجان وقبل الأشواط الرئيسية والرموز فعشنا أيام الإثارة في هذا المهرجان منذ بدايته. فكان أيضا اليوم المنتظر هذا اليوم يوم الرموز ويوم السيوف ويوم الختام ويوم الحضور السامي. فشفنا المشاركة مشاركة مبلش حمد بجار الله بن علي بن حسين البريدي اللي قدم لنا مبلش في شوط أيضا بندقية الزمول العام وحاول واستطاع أن يظهر بهذا الرمز الغالي ويرسل السلامات لهال الشحانية وكان التوقيت الأفضل مع مبلش. نهني مالكة 9:34.71 71 جزء من الثاني. نهني بوجار الله على هذا الفوز وتقديم أيضا مبلش. أما شوط أيضا بندقية الزمول المفتوح كان مشوش حاضر على الموعد سلالة منذر المختبر اللي دائما تعودنا منها الحضور في مثل هذه الأشواط الرئيسية وأشواط الرموز. مشوش من أرسل السلامات لهالي إمارة دبي لهالي دولة الإمارات العربية المتحدة كافة اللي فاز وانتصر وانتزع البندقية لمؤسسة هجن العاصفة هذه المؤسسة العملاقة اللي دائما تكون حاضرة في أشواط الرموز. قطع المسافة في 9:49.3 وأيضا 71 جزء من الثاني. نهني مالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأيضا لكل محبين هذا الشعار العريق وأيضا للمضمر غياث الهلالي نهنيهم بمناسبة هذا الفوز والانتصار. أما هذا الشوط اللي كان به الإثارة أيضا الشوط ناري شوط كانت بس الشوط هذا عند الفتش
كانت بس صفقات، وشوط كان منتظر بس صفقات نارية، أرقام قياسية مليونية أيضا كانت مشاركة حلال، كانت طال عمرك تمت صفقات قبل انطلاقة الشوط، وفي بعض كانت قبل أشهر الانتظار بفارغ الصبر لهذا الشوط، شوط السيف، سيف غالي على قلوب الجميع، يحمل اسم شخص غالي، فكانت الزبارة اللي انتزعت هذا الشوط كانت منافسة شرسة للأمتار الأخير وللرمق الأخير، للزبارة حاولت مع أيضا الأمتار الأخيرة يمكن مع الخمس أمتار النهائية تحول وتسحب البساط لصالحها وترسل السلامات لمالك عبد الله بسعيد العيدة والهجنة السيلية، قطع المسافة في 9 دقائق 44 ثانية 31 جزء من الثانية، والناموس أيضا مثل ما هدينا عبد الله بن سعيد العيدة نهديه لمبارك بن حمدوب بن مايد الخيلي اللي كان قاد الزبارة لهذا الفوز، الظبي سابقا انتقلت ملكيته قبل السباق بيوم أيضا هي وأختها أيضا الثانية انتقلت صفقة تنتين. تعتبر حديث الساعة وهذا طال عمرك نعم الوقت الحالي صعب السعر هذا صحيح نكمل هذا الشوط برد العالم عندك تفضل نهني ايضا في الشوط السيف الحول المفتوح مالك القوف صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود والمضمر ايضا المميز اللي تميز في هذا المهرجان ماجد بحلفان المري اللي قدم ايضا القوف فازت وانتصرت قطعت المسافه في 9 دقائق 35 ثانيه 79 جزء من الثانيه وايضا اهدت هذا السيف الغالي لمالك ايضا لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود والمضمرها ايضا المميز اللي قدم لنا القيوف مايد بن حلفان المري نعم بعمر صفقه ناقتين 8 مليون ينتزع مركز اول وثالث على السيف هاي صفقه هي عنوان الساحه او حديث الشارع الرياضي عن هذه بدايه الخير بدايه الغيث قطره هذا طال عمرك بيرفع سوق الركض كله الاشواط الرئيسيه السيوف الكبرى يمكن يوصلن على 10 مليون صحيح إذا كانت مطية مرشحة توصل 10 مليون وأكثر هذا بداية خير إنه إن شاء الله حقها للهجن طبعا اللي برا الهجن بسلطان شو رأيك المبلغ مناسب مبالغ قليل لا والله شو رأيك السبوق مناسب مثل الظبي الظبي هذه الظبي طال عمرك تنافس على الرمز من عادهم يذعه جاي ثاني على الكاسي جاي ثاني على خطه يا الثاني ويا الثاني تقريبا على السيف ثالث السيف ثالث يعني. مرتين ثالث لا مره سيف ما اخذت سيف سيف قطر وياي ثاني سيف قطر هناك جاي ثاني سيف قطر ثالث جاي ثالث على الرماسي جاي ثاني على ناقه المسند يا نعم رابع على ناقه بن عوضان نعم ناقه دوم تنافس وقيمتها اكثر عن الاربعه إذا ما أخذه بأربعة وخذته بأربعة هي أكثر عن الأربعة. إلا أربعة تستاهل. هذا سبوق نعم وتستاهل طاحت ولحقت الشوط. ومطر بعد مطر متاع معها بكرة يسمونه مطر بس مطلعت في الشاشة بعد ما أخذ خنجر الحول العام. نعم لكن الناقة هذه ثابتة دوم تنافس دوم تنافس وطاحت عند الفك لحقت وخذت. تشوف أسعار خيالية أبو خليفة في المراكيض اللي بيتي خاصة الكبرى عندك بعد الكبرى بنسير الميدان الشحانية مركز المؤسس. مرد مركز الشيخ محمد بن زايد نعم. بتشوف أسعار يعني يمكن أنا لو أقول لك الحين 15 مليون عادي هذه بو 15 مليون هي نعم التاجر شو مقصده لأن ناقة ب 15 مليون عادي شاهين بن عوضان كم مشراي شاهين بن عوضان الفحر دخل الشيخ حمد محمد 20 مليون بو خليفة أنا أقول لك هذيلا ما فيه خسارة مثل الزبارة يوم اشتراها عبد الله بن سعيد العيدة بأربع مليون واشترى خدته بأربع مليون مثل ما قال أبو سلطان قيمة مناسبة لأن الشارع الحين صارت 3 مليون للسابق صحيح فأنت تركضها وتأخذ لك سيف ترد لك قيمته من صحيح. مركض واحد نعم. فما بالك أن أركضت مركضين ونافست ما أخذت والناموس سيف يا الثاني ولا نعم. ثالث ردت قيمته وزادت على قيمته والناموس روح لها فالناموس هذا خلي يسوى ساوي يعني تأخذ سيف يعني البارحة اللي استلم الرمز من الأمير خالد الفيصل هاي كم تسوى هاي روح ويالبه في العرضة هذا كم هاي كم تسوى هذه هاي الحين تمناها هو يقول الحين لا يقول بس المركض هذا يكفيني انا كفيني. لو فتش خلاص خلاص اخذت السيف تاجر يعني ايش يقول نعم يقول اخذت يوم اياس اخذت السيف الكبرى ياسين في العزبه يسميها عزبه الذهبيه ياسين رامسي هنا ولانها الريال ساكت عنه قال فريق بن حموده نعم نعم قال لو يعطوني 100 مليون في سيف مياسه ما باه 100 مليون ما شاء الله اول سيف تاخذه مياسه من الكبرى قال له تعطوني 100 مليون وقال سيف هذا مبلغ ما باه
ابو خليفه هل الركض يستاهلون ويستاهلون زياده؟ يعني لو بتخلي معايا انت كاميرا 40 ساعه براويك الشغل يشتغلونه والتعب اللي يتعبونه. يعني لما تقولي مثلا اذا الدوام الرسمي عنده ويكند جمعه وسبت اجازه، راعي المطيه ما عنده اجازه، ما عنده اجازه لا هو ولا عماله، دوم مشغول. يوم العيد تعال انا اتحداك يوم العيد، عيد العرب تصلي وتقاي يفحم الصبح قبل الصلاه، يفحم يخلص يصير يعيد على هلا ويرد العزبه. هذه عمان عنا احنا ثلاث ساعات والله نعيد عندها في العزبه. يلا اي والله وعمان عنا ثلاث ساعات يستاهل وزياده لو يوصلنا ان شاء الله مبالغ خياليه يستاهل. شو السبب الرئيسي ان السعر يوصل لهالمبلغ؟ سبوق الشور المليونيه، جوائز المليونيه. يعني اليوم نحن نتكلم ان الجائزه 3 مليون وصلتها، لو وصلت الجائزه 5 و7 و8 و10 مليون تقريبا. الجائزه كلها 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 مصافحه الشيخ، مصافحه الشيخ والناموس، صاحب الناموس ما يصبر عنها. يعني العيد البارحه يوم اشترى النقاط محتاج فلوسه لا ما يبشر. اي والله يبقى يشيل السيف يولبه. اشترى ثنتين ب 8 مليون، عجايب بتاعه ب 8 مليون، يلا مطيه واحده بتاعه ب 8 مليون، وعجايب ابو خليفه امها تراها من انتاج ابو عمر ام عجايب. ناموس ريال طال عمرك يظهر السبق بنت جميل وهي تراها من ظاهر من ابو عمر، دايم ريال يظهر الندر. النوعيه ما تحصلها، النوعيه الزينه ما لها سعر عند راعي الركض، ما لها سعر. ان اخذت بعير فحل ولا اخذت لك ناقه نفس الحكايه. صحيح نعم. طيب ما بتسوي رياضه عشان تعرف الناموس ايش قايل انت من اليوم العام ماركت تو متعبل الرياضه؟ لا لا اركض خلي اسمك الطامي قبل يذوق الدم شويه لا لا اركض بس ما توفق لله حق اركض اركض بعد سنتين اول مره اركض في اشوف عينك بعد سنتين نعم 2013 اركض خلاف 2015 العام اركض بس ما توفق بس ما يتعبل يودع الرياض زين ما يتعبل هم يبونك تتعبل لا لا عقب سنتين الناموس انا الله احيانا عقب سنتين ان شاء الله بتشوف ظهر الفتحه صبر عليه شوف اذا بسوي اتفاقيه ويا الحاسب اذا وصلنا الاتفاقيه بتشوفني مو بالله من فتحه الموتر بتشوفني ان شاء الله في المنصه اذا اتفقت عند الحاسم تريا في المنصه استلم الرمز ما ما بتريا بسير يا احتاج اتفاق طال عمرك الله يطول عمرك طيب عندنا المعد محمد سالم سوى لك تقرير هديه شو رايك نشوف التقرير هذا تم جزاه الله خير خلونا نشوف هذا التقرير عندما تحقق مطية نصر كبير وتطير بناموس الفخر برمز غالي وعندما تحقق أوقات خيالية وتبهر الجمهور بأدائها الملفت يكون هناك أيد ماهرة تتحكم بها وعقول مبدعة وضعتها على الطريق الصحيح إنه المضمر الذي يسهر الليالي في التدريب والتجهيز ورغم أن الخلاف لا زال مستمرا حول من هو الأكثر أهمية المضمر أم المطية السبوق إلا أن المضمر يبقى ورقة أساسية في أي عزبة إما يرفعها إلى الأعلى أو يبقيها في الخلف تبحث عن الضوء وضيفنا اليوم هو أحد المضمرين اللامعين الذي ترك بصمة واضحة في عالم سباقات الهجن وحقق إنجازات كبيرة وكثيرة جعلته أحد أبرز المضمرين في الساحة إنه الحاسم حمد بن حمدون الوهيبي مضمر هجن فري بن حموده الظاهري آثاره واضحة للعيان ونتائج الهجن دليل لا يقبل الشك على حسن التدريب وحنكة المدرب مصدر فرح للعزبة التي يشرف عليها ومغناطيس للرموز من سيوف وبنادق وكؤوس وشداد بالإضافة لانتصارات كثر في أشواط رئيسية في رصيده 23 رمزا ناهيك عن 6 سيوف و10 كؤوس يرى في المطية ما لا يراه غيره ويعرف كيف يوجهها نحو الرمز ويضع خطة طريق للفوز تواجهه بعض المطبات بين الحينة والأخرى ولكنه يتجاوزها ويواصل مسيرته الناجحة نحو الكؤوس والرموز
كيكتين وصلا. كيكة من هجن الظبي. أول شيء مبروك التخرج من الأعلى هجن الظبي. هجن الظبي شكرا. نعم. لسمو الشيخ منصور الدكتور سمو الشيخ الدكتور منصور من طحون بن محمد آل نهيان. نعم بوزايد. على هذه الاحتفالية وفاجأنا وعندنا خبر فاجأنا في الاستوديو والله يسامحك المعد ويا المخرج ولا خبرتونا. الله يطول عمر أبو زايد ذكرنا بالتخرج مبروك. مبروك. أنا الله ذكر. منو اللي تخرج الحين؟ الله يخليك. مبروك استاهل أبو خليفة. الله يبارك. استاهل. ولا عندنا علم على حسب حد من الشباب تخرج. أنا يوم شفت المطية وقالوا لي والله عشان التخرج روح انحرجت. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. الله يطول عمركم. وهني كيكة كذلك يا المصور مروان السقاف مصور هجن العاصفة نشكره على أن طرش هاي الكيكة بمناسبة الشعار الجديد اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد هالمكتوم شكرا كذلك ل ما شاء الله على الناقة بقلادته أبو خليفة وزاهبة ومروا باليها والأصافة البطان إلا روح وسرح في الشوط المشكلة كأنه يدل يعرف أن الشيخ منصور أنا نتكلم متى بتدخل الركض طرش الضبي طال عمرك أصافة البطان ومرة زاهبة لا روح واطلق في الشوط مره اي والله خلاص دامك يعطيك الضبي بكبره في الاستديو نباشرات القعود من بنات الضبي ما نباشرات القعود اللي عندك لساني بينطق بس شاعر بعد لا تستاهل يا ابو خليفه منها الاعلى ان شاء الله شكرا لسموه على هذه اللفته الطيبه. طيب ابو عندي نقطه مهمه للامانه لاحظتها احنا شفنا شواهين ست مراكيض شواهين ستة ولا سبعة ست سيوف مياسة ست سيوف وكاس. نشوف وكاس. نعم. وشواهين كذلك ست سيوف وكاس صحيح. نشوف أن في منافسات هجن أبناء القبائل هناك محافظة وكثير من السيوف. نعم. لكن في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ الناقة تجيب سيف أو سيفين أو ثلاثة ما شفنا ناقة جابت ست. شفتوا ناقة جابت ست؟ في ناقة جابت أربع سيوف اللي هي طال عمرك شودة طيب. في الوقت الحالي ومحنا أربع سيوف لكن في الوقت الحالي شو السبب الحالي. نحن ما نقارن لكن هذا تساؤل. ست سيوف لمياسة وشواهين وكذلك هناك سيف سيفين ثلاثة العدد يخدم العدد يخدم لكن شو السبب السبب الشيوخ طال عمرك كثرة المشترى الشيخ ما يشتري مثل البدوي يشتري له في السنة خمس مطايا ولا ست وبعدين الشيخ يشتري مثلا في الحقائق في تسعيره يشتري لك 100 حقه شيء من الحقائق هذيله يتعرقلن ما تشوفها غير ثنيه لقيه يذعه ما تشوفها ليش متعرقله شرات اللي عنده سبوق وحاطنها في الاستور مخزنها متى بغى ظهرها يظهر مثلا اكثر احلال الشيخ اللي شفناه تطلع ثنيه ولا تطلع رباعيه بعد ما جاوبنا نتكلم عن خليفه ابو خليفه بس سمعت كلام من الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه قال السبوق انا اشتريها حق مركاض واحد بالمبلغ المطلوب حق واحد ايه بس تبني مركاض واحد خلاص ما بها هذا كلام الشيخ محمد بن راشد انا سامع انه روحي قال يعني بشتريها ثلاثه ب 4 مليون اركبها مركاض واحد وخلاص اتوقع الجواب بالنسبه للشيوخ. نعم. طيب اما للجماعه اكيد ان المحافظه الاستمراريه مطلوبه عليهم والضلع وارد وكثره المشترى وكثره السبك فتي سبوك تغطي على سبوك. طيب بسلطان. نعم. والله اقول ان مضمر الشيخ مثل ما قال اي والله مضمر الشيخ مرتاح انه يركضي في السنه او تيم مركاض واحد وتاخذ سلطم السيف وفكه مو عليه ضغط. نعم اي والله كثرة المشترى بعد أبناء القبائل يوم معك سبوك كل العالم ركز عليك والتم هي ثابتة ضغط وايد أضغط يقول أبناء القبائل أكثر عليها مطالبات كمضمر تكلمني إيه نعم صح صادق أي والله ضغط علينا أكثر من ناقتني هي نشد هي ونركض هي علينا آخر موسم صادق ما شيء غير هي عرفت وإن منحافظ عليها بعد السنة الجاية ما تأخذ مزة كامل أي والله ونحافظ عليها في الفحص نعم. ندخلها مسبق وبعد المسبق صادق نعم. اي والله نعم. هم متميزين عن الحين منشورين بتدخلها مسبق الحين متميزين عن بعد شيوخ انا مركضون طال عمرك في السنه مركاض واحد ولا عليهم لهم الا مركاض واحد يوم معهم ناقه سبوق ركضوها فكوها خذت السيف وفكوها وهذه ما يرحمهم لكن شوف مثلا الناقتين اللي طريتهن شواهين ومياسب وخليفه في ابناء القبائل وفي اشواط البدو بعيد عن اشواط الشيوخ ممكن يعني بس مداخله بسيطه طبعا. من اخونا رامس محمد العامل نوجه له تحيه يقول شوده سبع سيوف
وغنايل محمد راشد بن غدير خمس سيوف. انا الحين قلت لك اشواط الحين مثل شوده تعتبر فيها اشواط الشيوخ. نعم. احنا نتكلم عن اشواط البدو. نعم. نتكلم عن الاشواط اللي شاركن فيها مياس وشاركن فيها شواهين مثل الناقتين يعتبرن اساطير ماشين في حلال البدو حصر على هالسيوف ست سيوف كاس يعني سبع رموز مثل مياسه ثلاث سيوف في موسم واحد. فمثل الناقتين هلا يعتبر انه اساطير في 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 سباقات شوده يعني في موسم واحد تاخذ لك سيف ولا سيفين وهذاك الوقت. لكن الحين ناقه الشيخ ما يقارن في ثلاث سيوف هذه يعني انا اقول لها صعبه ما في ناقه يعني بدوي يمكن تكرر لا شيء نادر. وعزل هي بعد عزل كل خمس سنين بغانم عزل هي على سيف عزل اتوقع على سيف. حتى لو ما عزلها ابو خليفه نعم سيف دبي بتاخذها كانت. لا احنا فرحنا وين فرحنا فرحه يوم قال بعزل خلاص يا موافق لا وقال بعزل لا شاورني والله ما ابغى يعزلها. انت ما تدري كيف الفرحه لا لا ما يا ريال الضغط علي ما ادري عارف عارف ما يحتاج انا قد اخذت رمز بس ثلاث شهور ما ارقد الليل لكن ضغط ما يحتاج ما يحتاج عارفه جزاه الله خير والله كرامه قولها منه ليه يشهد الله يوم قال بعزل نعم وهي تستاهل العزل الناقه ما قصرت. عندي بعض الاسماء مملوله اليمامه ميلان مراكش انضبيان زريج متعبه صمود نعم من هذه الاسماء بتاخذ رمز السنه ان شاء الله ابوي ان شاء الله كلهم طال عمرك حول وكلهم قد نافسنا على الرمز منهم هملوله ماخذ كاسين ومنهم طال عمرك اليمامه ماخذ كاس هني في دبي ولي العهد العام اي والله منهم الضبيان هنيه ابحايل ماخذ كاس الختامي واللي عدت انا باقي زريق بعد ما اخذ كاس الثنائين مفتوح والباقيات كلها في دائره الخمس منهم الصمود يا رابع السيف منهم بشاير يا ثالث على السيف مرتين كلهم في دائره الخمس وان شاء الله السنه عندك قعود بعد قعود يذاع العام سبوك متعبوا راهي لا هذاك بتاع بتاع اطلبوا الشيوخ قطر وبتاع الشحاني نعم اي والله وكلها منافسات طال عمرك في دائره الخمس هذه لمن ثاني وثالث على الرموز في دائره الخمس ونعتبرها ان شاء الله انه يكون يعني سبق مطيه سبع اسماء نعم سبع حول يعني سبع حول وعندك عندك بن ظبيان ثني ومنها المراسيل مراسيل يا رابع الكاس ومراسيل بعد يعني ثمان اسماء ثمان اسماء لا قد نافسا طيب في دائره الخمس في الرمز في اول حديثنا في الحلقه قلت نحن وعندنا سبع رئيسيات نوزع ثمان قلت هي. عندنا سبع رئيسيات ثمان قلت لك ما سبع ثمان لا 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 ثمان سبع سيوف طيب ها سبع سيوف سبع سيوف عندنا السنه ما قلت سبع سيوف قلت لا انا ثمان بوش مؤهلات زين انا قلت انا السنه اقول لك سبع سيوف عندنا زين في الوثبه في المرموم في قطر في السعوديه هذا قصدها لا خمسه وما حد ركض غيرنا انت عندك ثمان رواعي رموز منافسات على الرموز في دائره الخمس زين رواعي يوم رموز يبلي اللي في خامس على الرمز رعيت رمز في خاطر كم في خاطر خاطر سبع انا لا لا احنا بنخلى الواقع بيقول الواقع مطبقها كلها الواقع لا ابغيهم كلهم الشورشوري وانا بوزع توزيعه انا ابغيهم كلهم انا هذا السؤال لك كيف بتوزعها كيف بتسوي جدولتك لها بوزعها هذه اداء الحلال اشياء تخص العزبه حسب اداء الحلال نعم يعني فيك من اول سيف يعتبر استهداف كبر. لكم من اول سيف والله المهرجانات مثل ما قال بالقوبع الحلقه الماضيه قال مهرجانات متقاربه ما بينهن نعم وياني ابو خليفه من ايام في الوثبه نعم وخبرته بالكلام هذا مهرجانات متقاربه طيب نحاول في كل مهرجان نخلي ثنتين واحده في المفتوح يعني مهجنه في المفتوح والمحليه في المحليه لا انا باكم تشترون بعد ان شاء الله الشيخ مفتوح والله يا ابو خليفه الشيخ الشيخ حول حول تاخذون حول حول بناخذ حول وناخذ حول ان شاء الله اي والله وحايل السبوق مخلينه ان شاء الله طيب العام تذكر ابو مبارك مسوينا لقاءات ابو خليفه قال الميدان يا حميدان بعده بعده على الراي نفسه مغيره نعم اتوجه اتجاه غير عادي للركض السنه اكثر السنه وخاصه نبحث عن نادره مثل مياسه اذا الله كتب لنا نادر اللي يتابعنا ويسمعنا اللي عنده نادرة يتواصل وياي أنا أول شيء لا يتواصل وياهم نعم. أي والله يتواصل وياي أنا أسمين أسمين عشرون نعم همتك أنت همتك المرمو المرمو همتك خلاصت من الأسامي أسماء برد على مياسة طيب تفضل مياسة السنة هل بتسحبون منها نقلة جد ولا مراح عادي والله ما نسحب منها إن شاء الله أنا نصيحتي لكم اسحبوا منها ولا تدخلوا تلقى والله بيض الله وجهك وانا معك تعرف ليش ها
لأن طال عمرك يوم بتكملها سنة ويولد الحضانات. أي والله. عنك يوم بتيل مراح. نعم. عنا عندك طال عمرك ما نقول 15 حضانة أو 10 حضانات. نعم. إنزين كلنا على مياسة. مياسة. كم تسوى؟ على مياسة وعلى مياس. مياس. بعير مياس ما أخذ أربعة. بعير مياس. ماها. ما بتنوخ كم يسوى كم يسوى ما شغله اتوقع انك انت يعني ما شغله عم مياس اتوقع يوم بيولد البوش قدام في شهر 3 في شهر 4 البوش كلنا عزف نعم اتوقعك بتقلع الركب بس 11 رمز الحاشي انت بتحاضيها نبرات مياسه اقول ابو خليفه 11 رمز كل حاشي 11 رمز بعير ما اخذ 4 والناقه ما اخذ 7 ما شاء الله وبركه من الله تبرح مياسه المياس مياس نعم هذه لا 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 مياسه باي تبغى تزعلني ما شحن معني اخر عمي مالي مياس نعم. لكن صوغان على صوغان شويه صعبه نبا طال عمرك شاهين يمكن اكثر سرعه نبا شاهين عندكم شاهين لا ترى ما يركض ابو خليفه صغار مو مشكله نبا شاهين نبا شاهين باكل مرحونه لشاهين وعندكم انتم عليك شاهين طيب شاهين نعم موجود من نعم. كل الزمور ما هي خليفه طول عمره من كل بعير من كل بعير ما موجود مره من تجار لكن نحن نبغى طلب من خليفه ما تلقاه يسحب منها بس ان شاء الله تكون علينا ان شاء الله ما رايك بعد خبرت الله وياك طيب قبل ما قبل لا نبدا البرنامج وصل خبر ومسجات انتشرت على التسعيره الثانيه لهجن الرياسه في ميدان الوثبه وعندنا ابو عمر باع في التسعيره الاولى وناوي كذلك انه يشارك والله يوفقه ان شاء الله يوفق كل المشاركين الله يعطينا من حظك ابو عمر كذلك في التسعيره وهذا هو الخبر بتكون التسعيره يوم الخميس لفئه الحقائق والجمعه كذلك لفئه اللقايه في ميدان الوثبة زحمة مشاركات كبيرة كثير جمهور أول شيء الحمد لله على النعمة هاي اللي عندنا الحمد لله من شهر 9 ونحن في تسعيرة اللهم لك الحمد الله يطول عمارة معازيبنا وجائزة روحة تسعيرة ما قصروا نعم الجائزة روحة تسعيرة جائزة ترى ذكر أبو خليفة الجائزة 100,000 ترى الجائزة 100,000 ما شاء الله شيء يعني شيء ما يوصف مركاب الحجايج واللقاية هذا اللي هو التسعيرة الله يطول عمارة 6 أشواط تسعيره قدام شيء ما خلوا قاصر هذه شفنا التسعيره هذه شفناها الليله نعم بس لو ترد قبل 4 ايام شفنا ايضا تسعيره اخر الشهر البيت متوحد نعم الشور 200,000 التسعيره نعم. المغريه حق الصعود الله يطول عمره نعم هذه التسعيره نزلت الليله اليوم ان شاء الله الخميس بس قبل 4 ايام شفنا ايضا تسعيره بيت متوحد اللي متعودين عليها التاتي اخر الشهر كل موسم آخر شهر 29/9 إن شاء الله بتكون بيت متوحد للصعوب أيضا جوائز مغرية تسعيرة الله يطول عمارة ماذا اللي ما تعودناه فأول تسعيرة كان أبو عمر هو نجم التسعيرة في أول تسعيرة صارت في ميدان الوثبة قدم لنا صبحة وقدم لنا أفكار وبالشكل صبحة تشبه أفكار والدرب ما يعطي مجاله فأبو عمر دائم متعود يقدم نوعيات مميزة هذه اللي تعودناها كيف نستغرب من أن يظهرنا أبو عمر مثل هذه النوادر وهو ظاهره أم عجائب رعة السيف جميلة رعة السيوف ورموز ظاهر من أبو عمر من هذا الشخص فبيض الله وجهه دائم يقدم نوادر مميزة جزاك الله خير جزاك الله خير ما خبرتنا أركضت القعود لا القعود طال عمرك من ذاك اليوم أعرف العالم صارت عليه رأيه مو بسيطة بعت لا الحين لا تخبرون عن القعود من ذاك اليوم أنا اللي عارف أنه وصل قيام لكن أنت بعدك متحفظ هذا شوف على على السمع الحين وصل جيم قبل لا يركض مبارك ما بيبي لا اللي ما بيبتع ما بتبيع أبدًا شوف الضوء يا بالشتاء ونسولف ولا طال عمرك صح صوم الصبح أي والله ولا إنتاج بس أظني شوف هو المطية من تسبق طال عمرك تجيب لك علوم وناموس نعم. من تسبق صحيح اقعد في بيبتي يا بالعلوم ويا بالناموس هذا اظني بنطر شيء اللي انت بنسمع كلام الوالد عزبه اللي انت وده لا عدل لا بس لا لا اظني مبارك يا بالناموس ويا بالعلم نبقى في شهر 11 اول شهر 11 هني في دستور مشاركه في دستور ومشاركه في الوثبه في الديوان وطرشه برايك خلاص بصرك خلاص اذا كذي بس انا باكري بس خلاص بس زهر طيب نحن وصلنا للختام شكرا لك الحاسم على تواجدك معنا ونحن مشاهدين الكرام اليوم شيء وقت بغريبة البقصيدة على الشاعر العرب حاشينا في قلوبه طيب دام حاضر ابو عمر انا بوصل ابغى اقول شيء حق الجمهور واذا في قصيده ما عندي مشكله نختم بالقصيده نحن في كل حلقه مشاهدينا الكرام حطينا فقره جديده عباره عن استضافه مضمر نحن نبا نوصل كذلك اراء المضمرين الصحيحه والكامله
عن كثير من النقاط، منها يمكن اليوم الحاسم ذكر بعض النقاط. جميل أن تكون الصورة متكاملة لدى المشاهد، مشاهد برنامج الرسائل، تكون صورة متكاملة من المحلل وكذلك من المضمر وكذلك من المالك. يجب أن تكون كذلك جميع مقومات هذه الرياضة متواجدة في هذا البرنامج، لأنه يجب أن تصل المعلومة بالشكل الصحيح من أصحاب الخبرة وكل في مجاله. اليوم عندنا مثلا مبارك من المحللين المميزين وعنده خبرة في هذا المجال، مجال كبير، لكن ما نفتقد أو ما نقلل من شأن المضمرين، من شأن الملاك. نحن دائما نقول للجميع استديوهاتنا مفتوحة للجميع دون استثناء، وإن شاء الله الحلقات الجاية بتكون عندنا استضافات لكثير من المضمرين، كثير من الملاك، ونتداول الآراء ونتناقش مع بعض لمصلحة هذه الرياضة اللي دائما ما تحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب السمو الشيوخ. شكرا لك أبو مسفر. عفو. إضافة عندك ونختم؟ إذا في وقت بنتكلم ودي سؤال أوجهه لأبو سلطان. شو بتكلم؟ وقت عن الختاميات، لو وقت بين ختامي هم هالسيوف كم يكفي الوقت للسن نتكلم؟ نعم. يعني سن الحول، بين سن الحول السيف الحول مثلا نقول كبرى، والختام اللي بعده الحول. نعم. كمضمر انت وعندك ناقة سيف ماخذ سيف الكبرى، كم يوم يكفيك تأهله حق السيف اللي بنقول لك بعد شهر مثلا في خاطرك؟ ما بقل عن 40 يوم. اذا 40 يوم 40 يوم اذا ماخذ سيف وهي بتوقيت مدي اداء، بقل عن 40 يوم اللي نرد لك. ما يكفيكم بين ختامي وختامي 10 ايام؟ لا والله، بين ختامي وختامي ابدا، يعني غادي بين سن وسن 20 يوم. 20 يوم لا ما تكفي لا ابدا. مشكور يا ابو سلطان. طيب قبل ما اختم ابغى اذكر بس المسجات اللي وصلتني. الاخ احمد عبد الله من السودان، في الحقيقه انا سعيد كل السعاده ونتمنى لكم المزيد. شكرا لك يا احمد. هناك السلام عليكم من السودان. نعم، نتمنى تطرحون فكره مهرجان اكسبو 2020 ومشكورين على الطرح. انطرحت فكرتك. في قصيده بنوديها لعبد عبد المنعم سالم الجنيبي، بنوديها للشاعر يعني القصيده هذه. ويسمحون يا اخواننا لضيق الوقت ما بنقدر نقرا كل المسجات اللي بتوصلنا. يقول راجعت عيال ما سويت شيء، انا ما طعت اراجعها عشان قصيده على الشاعر. زين طيب تفضل راجع. عطنا قصيده ما يبغون الراكض العربي، اظهرنا من جو الراكض شوي. اللي تبغى قناص غزة اللي تبغى مره روح. قصيدك لذيذ ابو عمر. هل الرجال؟ لا والله جديد ما شيء من. لا اقول قصيدك لذيذ يوم نسمعه. يقول لو تمدين الرمل قبلها هديه، لو تمد الرمل قبلها هديه، يا حلا مدتك والله يا حلاها، اعتبرها يا الغلا اغلى عطيه، ومن غلاتك كنت بتصور معاها. كم تسوى منك هالطله البهيه، طلتني يا عل حسادك فداها، لي خدودك روضة الورد الندية، والشفايف جمرة يحرق رضاها، والنحر مرتع خوات السولعية، والصدر رمان رابي في فلاها، والخصر في ذمتي النقضية، جسمها العلوي تبرع عن عضاها، وش أوصف ما بقت عندي درية، الحلا من راسها لدوست خطاها، كم شفت من الحلا في ذا البرية، بس أنت شربة معسول ماها، وصغت الشعر أنا في فحلة بنية، ودي أتكحل وخايف من عماها. هذا هو سلامتك. والله ويك صح الله لسانك. ها راجعت مبارك. الشاعر عبد المنعم بن سالم الينيبي نوجه له تحية، يقول فرحة دبي تعم في كل الأوطان، وأهل الركض من ذكره تفالوا خير، في كل عام الركض بشعار حمدان، وهذه السنة جو الركض فيه تغيير، في كل عام الركض بشعار حمدان، وهذه السنة جو الركض فيه تغيير، يتنافسون الكسب لمجاد شقعان، شيوخ طيب وذكرهم نجم منير، أصغارهم وكبار للخيل فرسان، أصغارهم وكبار للخيل فرسان، وللهجن هجانه بكل المضامير، الشبل من ذا كله سدايم يبان، وراشد ولد حمدان ما خالف السير، الشبل من ذا كله سدايم يبان، وراشد ولد حمدان ما خالف السير، اشعار هجنا من دخل على الهجنزان، ولا هي غريبه تكسر التيم تكسير. بيض الله ويه ابو سالم ووجه له تحيه الشاعر عبد المنعم بن سالم الينيبي. يستاهل. نحن نشكر كذلك المشرف القائم على هجن الرئاسه سمو الشيخ سلطان بن حمدان
آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة كرئيس اتحاد الإمارات سباقات الهجرة على هذه التسعيرات وعلى هذا الدعم الكبير لعالم سباقات الهجن ومتابعة الحثيثة والدائمة والمستمرة لكل ما يدور في جميع الميادين خاصة في ميدان الوثبة. وشكرا أبو حمدان على التسعيرة الثانية. هذا ما تعودناه والمشاري التسعيرات والمشاري والخير مو بالله مشاري من التسعير اللي تعودناه من شعلة النشاط معالي الشيخ سلطان بن حمدان الهيا الله يطول عمره أبو حمدان. ما تعودنا المشتريات هذه التسعيرات وهذه الشور, ما تعودنا المشتريات إلا من التسعيرات من الدولة ومن خارج الدولة ومن الميادين الفرعية. من يشوف للسبوق يشتريها أبو حمدان الله يطول عمره, كان في السعودية ولا كان في عمان ولا كان في كل دولة يدور السبوق يشتريها فيحط التسعير طال عمرك يا تون. وفي صفقات كثيرة من شهر من أسبوعين صحيح كثيرة انتقلت كذا المهرجان اللي يقيم في ومن الطائف. نعم في الطائف الله يطول عمره. في معلن وفي مخفي مش معلن ترى شيء عندنا نحن من السمحة ياخذنا الله يطول عمره من الله السمحة الله يزي خير من المركاض العادي بس تكون له نظرة سبحان الله يختار مطية هاي مطية هاي ويقول طرشوها ما يخليه دار السبوق وين تكون صحيح يجيبونها ربعة وين تكون يقولون له هاي المطية سبوق السبوق ما تغاتر السبوق وين تركض يعرفونه. نعم يعرفونه مشترياته من التسعيرات لما تقام التسعير يشتري بالعشرات ما شاء الله أبو حمدان متابعته دائم حثيثة متابعته للتسعيرات للميادين الفرعية دائما حاط عيون من وين تشوفون السبوق ضوه فالله يطول عمره ما نستغربها من أبو حمدان الله يطول عمره ويحافظه شعلة النشاط. نعم. دائما هالركض يستبشرون بخير لما هو يكون قريب منهم طبعا وبالتأكيد هذا دعم رئيسي وكبير من أصحاب السمو الشيخ لهذا الرياضة ولولاهم بعد الله سبحانه وتعالى ما وصلنا في هذا المستوى من الركض وهذه الاحترافية وهذه الأسعار وهذه القيمة الاقتصادية والتسويقية لعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. شكرا لك أبو سلطان على التواجد, أدري يمكن سهرناك اليوم. لا مش أسهر الأمور طيبة طبعا. شكرا لك أبو مبارك. العفو يا أبو خليفة. الضبيب تسريها ولا تخليها؟ لا ما عندك شعار الضبيب ويسرها عندك خليها قربها. هذه مرة في البيت بتقعد هاي بسريها وياي ما تم. الله يجزي خير أبو زايد. نعم شكرا لك أبو مسفر. مرحبا أبو خليفة حاضرين. أبو عمر شكرا لك على التواجد. تسلم تسلم. وصلنا إلى ختام مشاهدينا الكرام هذه الحلقة, أتمنى تكون نالت إعجابكم. الملتقى الاثنين القادم مع نخبة من المحللين والملاك والمضمرين, وبدينا بشكل جدي الحين خلاص في برنامج الأصائل, والأسابيع القادمة راح تكون أسابيع مميزة ونارية وجميلة. شكرا لجميع طاقم العمل من رافقونا في هذه الحلقة, هذه تحياتي وتحيات الجميع, مع السلامة.